خط النص يلعب جاسم خليف، محمد الحردان، محمد مرهون، وعبد الرحمن محمد، ومحمد الشامي. في المقدمة لدينا هاشم سيد عيسى. يطلق حكم اللقاء الصافرة الكويتية حكم اللي هو سعد الفضلي. بداية أحداث هذا اللقاء، نتمنى نشوف مباراة حلوة ما بين الأشقاء في هذه البطولة الودية اللي أطلق عليها عودة الأولمبي. لا شك أن عودة الأولمبي وعودة المنتخب وعودة الكرة للدوران في المشاركات الدولية لمنتخب الكويت، لا شك أنها هي تشكل فرحة ليس للكويتيين بل للسعوديين، للبحرينيين، وكل الخليجيين اللي بدون مشاركة الأزرق أكيد كل البطولات الخليجية تكون فاقدة للطعم، على اعتبار أن المنتخب الكويتي وهو زعيم الكرة الخليجية على مستوى منتخب الكبار بعشرة بطولات مشاركته، ونجاح أي بطولة مرهونة حقيقة في مشاركة مثل المنتخب الكويتي. إذا نبارك لكل العرب وكل الخليجيين عودة الأولمبي وعودة الرياضة الكويتية. كرة منقولة ناحية اليسار، المنتخب السعودي. بداية أحداث هذا اللقاء، المنتخب السعودي يستهل أولى مبارياته، والمباراة الأخيرة راح تكون أمام منتخبنا يوم الثلاثاء القادم. يرجع الكرة عبد الإله العمري إلى حارس مرمى صالح لوحيمد في بداية الدقيقة الأولى والنصف من شوط المباراة الأول. تغيير اللعب، الكرة الطويلة، وهنا محاولة تروح بشكل جميل داخل منطقة 18، بحاول يمر ويقترب مرة ثانية. تمريرة الحقيقة رائعة تكسر كل الحواجز، وهنا تشتيت وإبعاد من أحمد بوغمار يبعد الكرة بشكل جيد. اللعب الطويل من جانب المنتخب السعودي، وصلت الكرة بشكل جيد لولا يغرة دفاع المنتخب البحريني الأولمبي بوجود أحمد بوغمار. تغيير لعب ناحية اليسار من حسين قاسم، بيلعب الكرة وترجع إلى الجهة الوسطى من دفاع، وفي ارتباك دفاعي، بيحاول يمر وخطأ دفاعي، حط الجول، جول، الله، لقطة بيضيعها عبد الرحمن اليامي، بيستقل خطأ دفاعي كبير من قلب الدفاع. شوف 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 هني تهاون بالتشتيت وتأخر، ولكن عبد الله اليامي كان طالع لولا الكرة الحقيقة اللي طلعت إلى خارج الملعب. أحمد بوغمار يرتكب خطأ كبير حقيقة دفاعيا، وعليك يا أحمد أن تنتبه في هذه الأماكن، تكون حاسم، طلع الكرة برا الملعب، بتشتت في مبدأ الحيطة والحذر ومنع الخطر، لأن في مركز حساس جدا كرة اللعب. المنتخب السعودي أفضل ويشكل خطورة عبر عبد الرحمن اليامي في لعبتين الحقيقة، عبد الرحمن اليامي وأحمد بوغمار المدافع البحريني الذي نجح في المحاولة الأولى بإبعاد الخطورة، ولكنه تهاون في اللقطة الثانية والأخيرة وكاد أن يسجل عبد الرحمن اليامي الذي ضيع فرصة، أعتقد أنها فرصة سهلة للتسجيل، ويتحمل مسؤولية كون مهاجم مطالب بهز الشباك في تجربة واختراق وانفراد في مرمى عمار محمد. كرة توصل للدفاع السعودي، تعود الكرة إلى الجهة اليسرى، ولكن بيتركها عبد الله السلولي إلى بر الملعب. أحبائي المتابعين، مشاهدينا في كل مكان عبر كويت سبورت، نجدد لكم التحية. يا من تتابعون مباراة السعودية والبحرين في دورة عودة الأولمبي الودية، لقاء اليوم يحمل مواجهة تكتيكية عربية خالصة في خط التماس ما بين السعودي سعد الشهري مدرب الأولمبي السعودي، والتونسي سمير شمام مدرب الأحمر الأولمبي. سعد الشهري من سنوات وهو يقدم مجهود مميز في الفئات العمرية للمنتخب السعودي، هو من بنى ذلك الجيل الذي وصل لنهائي كأس آسيا للشباب في عام 2016 في دولة البحرين، وخسر في ذلك في ركلات الترجيح، خسر النهائي، وبعدها واصل العمل مع نفس المجموعة تقريبا على مستوى المنتخب الأولمبي، وقادهم لدور الثمانية لبطولة جاكرتا الصيف الماضي، وخرج من دور الثمانية أمام منتخب اليابان. كرة اللعب توصل، منتخب البحريني بيحاول، لا شك أن المنتخب السعودي بقيادة الشهري
هنا محاولة للاختراق والرد على المحاولات السعودية. كرة ملعوبة ناحية اليمين بالعاول يلعبها عرضية وتحضير على أعلى مستوى، ولكن يتدخل صالح لوحيمد بالتوقيت السليم، حارس مرمى بثقة وأيضا طول فارع ما شاء الله عليه بيطلع بشكل جيد ويخلص الكرة. المدرب السعودي الشهري هو امتداد حقيقة لمجموعة من الأسماء السعودية المميزة في عالم التدريب اللي أمتعتنا في كثير من المناسبات. نتذكر خليل الزياني، عميد المدربين السعوديين، ناصر الجوهر ومحمد الخراشي وغيرهم الحقيقة من الأسماء الكبيرة. في الجهة المقابلة ابن تونس الخضراء، ابن تونس الخضراء الذي يقود المنتخب البحريني، ونتحدث عن سمير شمام وهو خبير في الكرة البحرينية، درب أعرق الأندية البحرينية وأكبرهم، نتكلم عن المحرق، عن الرفاع الشرقي والمنامة وأيضا الرفاع. لا شك أنه يريد مواصلة العمل الكبير اللي قام فيه في الفترة الماضية بعد الخروج من دور 16 لدورة الألعاب الآسيوية. طبعا بنتكلم عن تونس وعن الأسماء التدريبية، فهي مدرسة ثرية الحقيقة، أثرت الكثير من الفئات العمرية في الخليج على مستوى هنا في الخليج وأيضا على مستوى الدول العربية. فالتوانسة قدموا إسهامات فنية كبيرة الحقيقة. هنا محاولة وتوصل، وهذه مرة ثانية اليامي حتى في الجول، الله، لا لا يا اليامي، لا لا يا اليامي، عبد الرحمن اليامي للمرة الثالثة يخطئ طريق المرمى. المرمى أمامك يا اليامي، عبد الرحمن اليامي، وهذه لو كانت في مباراة رسمية يا اليامي الجمهور السعودي لن يرضى، لن يقبل بهذا التهاون أمام المرمى. دورك هو هز الشباك، اسمك مهاجم صريح وبالتالي وحيد مطالب بهز الشباك، لكن يسارية من عبد الرحمن اليامي ما مشت وياه، ما عليه. كرة بتوصل إلى حسين النخلي، ترجع ناحية اليمين وتعود مرة ثانية. المنتخب السعودي هو الأخطر، هو الأكثر وصولا للجبهة الهجومية وللثلث الدفاعي البحريني، لكن يفتقد فقط للمسة الأخيرة. اليامي يا سلام بيمر، ولكن حاول أن يمر، أعتقد كان في لحظة ممكن يسدد ويقدم لسعة عن بعد. عبد الرحمن اليامي نجم الدقائق الماضية وأكثر لاعب يظهر خلال الدقائق السبعة الماضية، ضيع ثلاثة فرص، اثنين منهم محققة، والآن يمرر كرة ولكن بتطلع إلى برا الملعب. كما تحدثنا عن اللاعبين والأسماء المدربين في السعودية، لا شك إذا نتكلم عن الأسامي التونسية فحدث ولا حرج. لدينا العالمي اللي شارك مع منتخب بلادنا نبيل معلول مدرب المنتخب التونسي، كذلك نتحدث عن فوزي البنزرتي وسامي الطرابلسي، عبد المجيد الشتالي ويوسف الزواوي، وكذلك السلسلة تطول من الأسماء التونسية التي قدمت وما زالت تقدم الكثير من العطاءات في الدول العربية وليس فقط في الأراضي التونسية. أحداث شوط المباراة الأول، أحبة المتابعين، المنتخب السعودي هو الأفضل وكاد أن يسجل ويهز شباك عمار محمد، ولكن الحظ يعاند عبد الرحمن اليامي. لدينا حكم اليوم، حكم معروف جدا سعد الفضلي، المرشح للحصول على الشارة الدولية ابتداء من 1 يناير القادم 2019. كل التوفيق للفضلي، واحد من الأسماء الوطنية الكويتية اللي شاركت في العديد من المناسبات. محاولة سعودية ناحية اليسار والتركيز عبر الجهة اليسرى بمحاولة بالمجهود فردي، ولكن ما تمر، ترجع مرة ثانية، توصل المنتخب السعودي الأولمبي. طبعا اليامي، عبد الرحمن اليامي، أكيد كل الهلاليين يتابعون اليوم، جمهور الهلال يراقب اليامي لأنه معار من الهلال للفيحاء في الدوري السعودي، لذلك الهلاليين يتمنون أن هذا اللاعب الشاب الصغير عبد الرحمن اليامي أن يرتفع ويرتقي أداءه من خلال مشاركاته مع الأولمبي أو مع فريق الفيحاء، من أجل أن يعود إلى داره ويعود إلى قلعة الهلال. وفي هذه المباراة يقدم مجهود جيد، ولكن ينقص اللمسة الأخيرة وهي هز الشباك على اعتبار انه اخترق وللمرمى وصل، ولكن ما قدر يهز مرمى منتخب البحرين الأولمبي.
كرة تعود إلى أحمد بوغمار، يلعبها إلى علي حسن، ينقلها في وسط الميدان إلى محمد الحردان. الحردان الكرة معه، بيحاول يمر هو اللاعب جهة اليسار ولكن ما تعدي وتوصل إلى برا الملعب إلى ركلة مرمى للمنتخب السعودي. كرة بتتنفذ، المنتخب السعودي. 10 دقائق مرت أحبتي المتابعين مشاهدين عبر كويت سبورت، تشاهدون مباراة ضمن إطار ودي في بطولة سميت بعودة الأولمبي، وبإذن الله تكون العودة أحمد للمنتخب الكويتي وللأولمبي وللرياضة الكويتية اللي تحتاج المزيد من الرعاية، المزيد من الاهتمام والتركيز على الشاب الكويتي، لأنه هو فريق وهو منتخب الحلم، منتخب الأولمبي للكرة الكويتية. هنا محاولة وإبعاد جيد من سيد محمد اللي بيطلعها من منتصف الملعب، وهو ظهير أيسر حقيقة، يتقدم ويحاول قتل الهجمة منذ البداية، على اعتبار أنه واضح أن المنتخب السعودي قوته في منطقة الوسط، وإرسال الكرات ممكن تشكل خطورة على دفاع المنتخب البحريني. المنتخب السعودي يعجبني الهدوء في بناء الهجمات، البناء يتم بدون تسرع، وهذا الأسلوب المعروف للكرة السعودية سواء للفئات العمرية أو أيضا للمنتخب الأول، الهدوء والتركيز. لكن في هذه المباراة يحتاج الآن إلى الإنهاء من جانب عبد الرحمن اليامي، المهاجم الصريح، وضع خلف 3 ملاعبين، كرة ملعوبة، هذا هو اليامي، يا سلام، ولكن يتعرض لخطأ خارج منطقة 18 وفاول لمصلحة اللاعب عبد الرحمن اليامي والمنتخب السعودي. نشوف الإعادة، نعم إعاقة، لاعب خطير ولاعب مزعج، فبالتالي إيقافه كان مطلب من اللاعب أحمد حبيب ومطلب من مدرب المنتخب البحريني، نتحدث عن سمير شمام. الكرة بعيدة، أعتقد صعب أنها تروح في اتجاه المرمى بصورة مباشرة، تكمل خطورة هذه الكرات من الرفعات والكرات الرأسية أو المتابعة سكند بول، أو إذا كان هناك لاعب شويت ممكن يشكل خطورة، حتى يعني فقط اختاروا 3 لاعبين، لدينا حسين قاسم عند التنفيذ، شكله راح ينفذها، راح نشوف حسين بيفوتها وتلعب الكرة من الرشيدي، ولكن الكرة إلى برا ملعب فهد الرشيدي لعب الكرة بعد ما موه اللاعب حسين قاسم وإلى برا ملعب. هذه البطولة أيها الأحبة تعتبر محك حقيقي للمنتخبات الثلاثة المشاركة في سبيل الاستعداد الممتاز لتصفيات بطولة آسيا المنتخبات الأولمبية اللي راح تقام في تايلند في عام 2020. هي بطولة مهمة لأنها مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو في عام 2020. القرعة راح تكون في 7 نوفمبر، راح تتقسم المنتخبات ل 43 منتخب على 10 مجموعات، كل مجموعة ستقام بنظام التجمع في أحد البلدان المشاركة في المجموعة. البطولة راح تكون أو التصفيات بتكون بين 18 و 26 مارس. كرة سعودية ناحية اليسار، إذا عدى ويا سلام على الكعب الجميل، الكرة العرضية وما تروح إلى اليامي، والخطورة الآن ما زالت هجمة عكسية بحرينية بيلعبها، لكن وين؟ بعيدة بعيدة بعيدة. الاتحاد البحريني أعلن بوضوح أنه سيستضيف مباريات مجموعته في التصفيات، بعد نهاية التصفيات يتأهل أيها الأحبة 15 منتخب ليشارك إلى جوار تايلند في البطولة الآسيوية في يناير 2020، وأول 3 منتخبات راح تتأهل لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو في عام 2020. إذن بطولة مهمة، بطولة في بطولتين، سواء الفوز في البطولة الآسيوية تؤهل للبطولة العالمية. كرة منقولة، منتخب البحرين ما زال يتفرج حتى الآن محمد الحردان، وما شكل أي خطورة، لذلك صالح لوحيمد حارس المرمى السعودي يعاني من عدم المشاركة الفعلية في أحداث هذا اللقاء، على اعتبار أن المنتخب البحريني ما زال يلعب بتحفظ شديد ولم يبادر في إزعاج أو اختراق دفاع المنتخب السعودي أو حتى تسديدات عن بعد. اللعب بالكرة الطويلة، حارس المرمى الآن يستقبل الكرة القادمة
من زميله صالح وحيمد. الآن يستقبل الكرة من يوسف الحربي، كرة ملعوبة ناحية اليسار، بيحاول فيها وين تمريرة بالخطأ، بيحصل عليها بشكل جيد وتعود من محمد الشامسي. محمد الشامسي مرة ثانية لاعب منتخب البحرين الشامسي، ولكن بيبعدها من أمامه، تعود ناحية اليمين ما طلعت، ترجع مرة ثانية بحرينية. منتخب البحريني تغيير اللعب إلى الجهة اليسرى، كرة بتنقل من أحمد حبيب وبالخطأ تعود مرة ثانية إلى أحمد بوغمار، ولكن في صفارة بوجود خطأ على عبد الرحمن اليامي. عبد الرحمن اليامي يرتكب خطأ في هذه المرة في محاولة لإيقاف أحمد بوغمار اللي كان هو الأقرب للكرة. محمد مرهون، كرة بتوصل وإلى خارج ملعب، رمية تماس، رمية جانبية. إذا بنتكلم طبعا عن الكرة السعودية والكرة البحرينية، دعونا نتحدث عن المنتخب الأول. التقى المنتخبين البحريني والسعودي في 37 مناسبة على مستوى منتخب الكبار، فاز الأخضر في 21 بينما الأحمر فاز في 6 مباريات، وتعادل المنتخبين في 10 مواجهات. محاولة الآن ولكن ما تمر، سجل المنتخب السعودي 61 هدف، تلقى المنتخب السعودي 30 هدف. أغلب المباريات الأحمر والأخضر تكون في إطار الخليج وبطولات الخليج، 17 مباراة في دورات الخليج. هنا محاولة ولكن أقرب إلى حارس المرمى، أقرب إلى حارس المرمى، ما زال عبد الله اليامي هو مصدر الخطورة الوحيد الهجومي لمنتخب السعودية، وهو اللي بيشكل خطورة واضحة على دفاع المنتخب البحريني. مباريات المنتخب السعودي والبحريني عودتنا دائما على القوة والإثارة في مختلف الفئات العمرية، خصوصا في آخر عقدين من الزمن مع تطور الكرة البحرينية. وبالتالي ننظر في هذه المباراة ما بين الشقيقين إلى أن نستمتع من خلالها ونشاهد مباراة فيها أهداف، وحتى الدقيقة 17 غابت الأهداف ولكن لم تغب الإثارة ولم تغب المحاولات والرغبة في الوصول، خاصة للمنتخب السعودي. كرة ملعوبة في وسط الميدان، تعود سعودية، بيحولها إلى عبد الله حسون، ينقلها أمامية ولكن ما تمر، بيخلصها دفاع أو لاعب منتخب السعودي، تصطدم فيه وتطلع إلى برا الملعب. هذا علي حسن اصطدمت عبد الله اليامي مهاجم المنتخب السعودي. عبد الرحمن اليامي أعني لاعب الفيحاء، نادي الفيحاء في المركز 14 في الدوري السعودي، وهو معار من الهلال، لعب مباراتين في الدوري السعودي هذا الموسم. كرة النقل بحرينية، سيد محمد سيد الكرة معه، يلعب الكرة القصيرة إلى عبد الرحمن محمد، بينقلها ناحية اليسار، تغطية دفاعية حاضرة ولكن برافو بيحصل عليها محمد مرهون وبيقطعها. كانت المحاولة من عبد الله حسون المدافع اللي بتتخلص منه، محاولة جديدة بحرينية، محمد الحردان بيحضر ومحاولة اختراق داخل منطقة 18، ممكن يدخل وبيشوت إنما بيشيلها المدافع بآخر لحظة وبالوقت المناسب. حلو المحاولة البحرينية، هي المحاولة الأولى، شوف بالدقيقة 18 هي المحاولة الاختراق الأولى لمنتخب البحرين للوصول إلى شباك صالح لوحيمد. مرة ثانية بدأ يعمل على المنتخب البحريني وانتهت عنده فترة الجس نبض، ولا تأخرت عنده الجس نبض. كرة ملعوبة بيحاول فيها الآن، ممكن يمر ولكن جاسم خليف يتعرض لإعاقة برا منطقة 18، وقرار من حكم اللقاء والصافرة الكويتية بوجود ضربة حرة مباشرة. شوف شوف حاول يمر ولكن إيقاف ناصر العمران لم يكن قانوني بحسب إشارة حكم المباراة سعد الفضلي. سعد الفضلي من وليد عام 89 الذي يقود هذه المواجهة، ضربة حرة مباشرة بحرينية. المنتخب السعودي يختار فقط لاعبين في الحيطة، كرة جانبية من الصعب أنها تأتي بشكل كبير أو خطر. ضربة حرة مباشرة عند التنفيذ، محمد مرهون، محمد مرهون بينفذ الكرة بيلعبها، الله حلوة محمد مرهون،
محمد مرهون لاعب نادي الرفاع بيسدد كرة ولكنها قريبة من الزاوية اليسار وتطلع إلى برا الملعب. شوف 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 دور الزاوية ودور الصعب، دخل حارس المرمى في المرمى والكرة طلعت برا. شوف 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 الكرة خطورتها وأيضا محاولتها. صالح لوحيمد حاول فيها هذه الاختبار الأول لحارس المرمى، اختبار أول لحارس المرمى والكرة غادرت أرضية الملعب، ولكن حارس المرمى هو من دخل وهو من حاول أن يبعدها، ولكن الكرة عدت ومرت بسلام على مرمى المنتخب السعودي. يعمل الآن البحرين يشوت يشوت ولكنها برا ملعب. أيضا تتوالى المحاولات وأيضا تزداد الرغبة مع تسديدة محمد مرهون، ترتفع المعنويات وبالتالي المنتخب البحريني بدأ يعمل بوضوح، بدأ يعمل بوضوح من خلال الدقائق الماضية. الضغط على المنتخب السعودي ملعوبة جهة عبد الله حسون، يقود جملة هجومية سعودية بتلعب في منطقة الوسط، بيلعبها الآن السلولي ولكن سعد السلولي كرته توصل إلى عمار محمد، كرة منقولة اللعب بدأ يحلى وتوصل إلى محمد الحرداني، يغير اللعب من اليسار لليمين، تعود بحرينية في وسط الميدان للمنتخب البحريني. ما زالت الكرة في تأني، بيرسل الكرة إلى عبد الرحمن محمد، بينقلها بيكسر التسلل يتقدم ولكن أقرب إلى حارس المرمى صالح لوحيمد. صالح لوحيمد، إذن منتخب البحرين يبدأ بشكل متأخر الهجوم على المنتخب السعودي، وكاد أن يصل للمرمى عبر الكرات الثابتة من محمد مرهون، ولكن الكرة عدت بسلام على حارس المرمى صالح وحيمد اللي طلعت إلى برا ملعب. كرة بتلعب برا ملعب. نرحب بالأشقاء السعوديين والبحرينيين في بلدهم الكويت من خلال هذا التجمع المصغر الثلاثي، منتخب الكويت الذي يستضيف المنتخب البحريني والسعودي في دورة عودة الأولمبي. ترجع مرة ثانية إلى لوحيمد، حارس المرمى بيغير لعب ناحية اليسار، بيلعبها مامية بالصدر تحضير ذاتي، واليامي ينتظر الكرة ولكن إلى الرشيدي هذه المرة، فهد الرشيد، الكرة مع فهد بيلعبها نفسه داخل منطقة 18 ولكن في لمسة يد على فهد الرشيدي اللاعب اللي يظهر أمامنا، وبتطلع الكرة من هذا اللاعب فهد الرشيدي لاعب الهلال، لاعب فريق الهلال. هذه اللقطة الجميلة والقريبة من الزاوية 90 صدمت بالقائم والله، لمست القائم الأيسر وغادرت أرض الملعب كأخطر كرة في المباراة، وليس يعني فقط للمنتخب الكرات الثابتة، والله كان في انفراد لليامي، كان لعبد الرحمن اليامي في هي وفراد عبد الرحمن اليامي هي أخطر كرتين في المباراة بشكل عام، ولكن هي الأخطر للمنتخب البحريني. كرة تصطدم في القائم لحارس مرمى السعودي صالح وحمد الذي نجا من هدف كان محقق من تسديدة محمد المرهون. هنا محاولة للمرور واحد ضد واحد، ولكن لدينا عبد الله حسون ينجح بإعادة الكرة إلى حارس المرمى صالح لوحيمد. كرة تعود إلى لوحيمد، ضغط ضغط على حارس المرمى، ضغط على حارس المرمى والكرة بتبعد، وحارس المرمى تارك مرمى في مغامرة الحقيقة من جانب الحارس صالح لوحيمد. هجمة عكسية مرتدة سعودية وحلاتها بسرعتها طبعا، تلعب بيتقدم وبينتظر اليامي، بيلعبها ناحية الرشيدي، الرشيدي الكرة معاه بيعكسها عرضية ولكن مرت من اثنين من المدافعين البحرينيين، ويأتي الثالث ليبعد الكرة بمبدأ السلامة. جاسم خليف، جاسم بمرر، هجمة عكسية بحرينية، الهجمات العكسية ممكن، ولكن هنا أقرب إلى عبد الله عبد الإله العمري اللي بيعودها إلى حارس المرمى صالح لوحيمد. التعادل بدون أهداف أيها الأحبة، التعادل بدون أهداف، طبعا التعادل راح يمنح المنتخب البحريني نقطة ويؤجل تتويجه في هذه البطولة حتى نهاية مباراة الكويت والسعودية يوم الثلاثاء القادم بحول الله تعالى. كرة منقولة تعود توصل المنتخب البحريني ناحية سيد محمد، سيد محمد الكرة معه، يعودها إلى جهة اليمين إلى أحمد بوغمار، أحمد بوغمار لاعب نادي الحد البحريني الذي هو الآن في مركز الثاني في الدوري.
ويعد واحد من أبرز المدافعين الصاعدين في الكرة البحرينية اللي هو أحمد بوغمار، عليه أن يكون أكثر حاسم في التعامل مع الكرات. كورتين كان ممكن يتسبب في هدف على مرمى منتخب بلاده، ولكن ينجو نتيجة تهور اللاعب عبد الرحمن اليامي أمام المرمى. كرة ملعوبة، بيحاول محمد الحردان ينقلها لنفسه، ولكن تطول الكرة منه وبتتخلص بشكل جيد إلى الحسون، عبد الله الحسون. عبد الله حسون الكرة معه تعود إلى اللاعب عبد الإله العمري، إلى حارس مرمى صالح لوحيمد. عبد الإله العمري الكرة معه، لاعب نادي الوحدة السعودي صاحب المركز الرابع حاليا في الدوري، ومعار إلى نادي النصر، لعب مباراة واحدة بالدوري السعودي هذا الموسم. كرة بتمر توصل إلى عبد الله حسون، ولكن يتعرض لإعاقة وصافرة بوجود خطأ للمنتخب السعودي، ولكن حكم اللقاء نشوف الإعادة. نعم، كان في مشاركة وإعاقة على اللاعب المنتخب البحريني هاشم سيد عيسى، ولكن حكم اللقاء يوقف اللعب لإعطاء راحة للاعبين بعد مضي 26 دقيقة من زمن اللقاء. هناك تجربة بحرينية من الأمور اللي ساهمت في بروز وصقل المواهب البحرينية، وخاصة للاعبين الواعدين والصاعدين في البحرين، قانون 21 سنة. ما هو قانون 21 سنة؟ هو القانون الذي يجبر الأندية البحرينية على إشراك 3 لاعبين أعمارهم تقل عن 21 سنة على الأقل 810 دقائق طوال الموسم، وإلا تعرض للغرامة وخصم 3 نقاط بنهاية الموسم. طبعا وهذا القانون الذي يسمى بقانون 21 سنة، والله أتمنى حتى يطبق في كثير من البطولات المحلية، وأتمنى هنا في دولة الكويت. هذا القانون الحقيقة قانون 21، هذا قانون سيف مجرب، نعم، أثبت نجاحه في دولة رائدة كرويا من حجم المكسيك. المكسيك التي طبقت هذا القانون وكان سبب في ظهور مواهب تألقت بعد ذلك في الدوريات الأولمبية، نتكلم عن تشيتشاريتو، عن هيكتور هيريرا، عن كارلوس سالسيدو، عن هيكتور مورينو وغيرهم الأسماء المكسيكية التي برزت من خلال قانون 21 سنة، والذي يجبر الأندية في الدوري البحريني على لعب 810 دقائق في الموسم ل3 لاعبين، وإلا تعرضوا لغرامة ول3 نقاط خصم من جدول الترتيب. يستأنف اللعبة أيها الأحبة، تعود الكرة إلى عبد الله اللي بدوره بينقلها إلى عبد الإله، تغيير اللعب وترسل الكرة إلى فهد الرشيدي اللي غير من اليمين لليسار، محاولة الرشيدي للاختراق والمرور، لكن الكرة ما زالت محاصر من 2 من اللاعبين. علي حسن بيخلص الكرة، هذا محمد الشامسي لاعب رقم 27، محمد الشامسي يتعرض لإعاقة بعد مشاركة فهد الرشيدي، لاعب نشيط الحقيقة، غير لعبة من اليمين لليسار، يبدو لي من بأمر من المدرب سعد الشهري. كرة ثابتة، ترسل الكرة مرة أخرى للمنتخب البحريني، يهدي اللعب أحمد بوغمار، محاولة للمرور لكن بتطول الكرة بشكل سهل لتصل إلى حسين النخلي، بيلعبها إلى اليامي، عبد الرحمن اليامي بيقدم كرة عرضية وعلى الطاير، الله الله لو ماشية، الله لو لابسة هذه الكرة، اليامي غير من أسلوبه، بدل ما كان دوره الاختراق بيمرر ويصنع كرة للزملاء، ولكن كرة إلى برا ملعب، تسديدة ما مشت للمنتخب السعودي، فرصة الهدف الأول الضيع من كرة مررت من اليامي. اليامي مرة ثانية إلى حسون، حسون بيلعب كرة عرضية، هجمة بحرينية، بيلعب كرة لكن أقرب إلى حارس المرمى صالح لوحيمي.
نص ساعة تقريبا من شوط المباراة الأول نقترب منها، باقي الربع ساعة والنتيجة بدون أهداف. عمار محمد أقرب لهذه المحاولة السعودية، بيلعبها إلى سيد محمد. سيد محمد يلعب الكرة أمامية، يستقبل جهة اليسار، كرة بتتخلص أمام هاشم سيد عيسى، بيحصل على رمية تماس وتمريرة بسوء فهم الحقيقة. سيد محمد عيسى أقرب إلى الدفاع السعودي. كرة بتتنفذ، المنتخب البحريني محمد مرهون صاحب أخطر كرة ثابتة في المباراة. هجمة سعودية، اليامي ولكن بيخلصها من أمامه وفي تهاون دفاعي الحقيقة. الكرة ما زالت فيها خطورة من أحمد حبيب. أحمد حبيب الحقيقة كان ممكن يستخدم مبدأ الحيطة والحذر وإبعاد الكرة، لذلك ما زالت الكرة لدى السعوديين بسبب أن أحمد حبيب تهاون في إبعاد الكرة. صفارة من حكم اللقاء، نشاهد الإعادة. فاول محمد الشامسي، هذه اللقطة اللي كان في فاول لمصلحة المنتخب السعودي. حكم اللقاء حكم سعد الفضلي، أدار نهائي كأس ولي العهد هنا في الكويت في موسم 2012-2013. قادسية فاز على العربي في ذلك الوقت 3-1. أدار كأس السوبر 2013-2014، القادسية فاز على الكويت 3-1. نهائي كأس سمو الأمير في موسم 2017-2016، فوز نادي الكويت على كاظم 4-2. وأدار نهائي الدوري الممتاز ما بين قادسية والكويت، فاز قادسية بهدفين في موسم 2010-2011. كذلك أدار بطولة كأس الخليج للناشئين في عام 2013 وعام 2014، وحصل على العديد من الجوائز كحكم، كأفضل حكم، أفضل حكم واعد في عام 2010 وأفضل حكم ساحة في 2016 و2017. كرة بتتنفذ، المنتخب البحريني بينفذها مرهون، والكرة ما زالت إلى المنتخب، وجاسم مخليف يلعبها ناحية اليمين. تطلع برا الملعب، إلى برا الملعب. منتخب البحريني فوزه في هذه المباراة يعلن نفسه بطلا لهذه البطولة الثلاثية، بطولة عودة الأولمبي. رمية جانبية سعودية، حسين قاسم بيلعب الكرة للسلولي، أقرب للمدافع أحمد بوغمار. المنتخب البحريني أيها الأحبة واضح أنه تغير أداءه وتحول لأسلوب الضغط العالي، وهذا ما تسبب بربكة للمنتخب السعودي وخاصة في عملية بناء الهجوم للمنتخب السعودي. في بداية الربع ساعة الأولى كان متحفظ جدا المنتخب البحريني، تعرف يبدو لي على أداء المنتخب السعودي وعلى أسلوبه، على اعتبار أن هذه أول مباراة له، وبعد ذلك بدأ يبادر وبدأ يتحول لأسلوب الضغط العالي على حامل الكرة، وهذا ما جعل من المباراة أكثر إثارة بعد مضي تحديدا 18 دقيقة من شوط المباراة الأول. لكن دعونا نتحدث عن فرص مهدرة ثلاث من جانب عبد الرحمن اليامي، كادت أن يعني تنهي على الأقل الدقائق الماضية بهدفين. تمريرة حلوة من حسين النخلي ناحية اليسار، الرشيدي يتأنى بيحاول يلعب الكرة العرضية، ولكن بوغمار بالطول من الكرة يرجع يتابع أحمد بوغمار. الضغط يستمر، فهد الرشيدي سريع ويخترق بشكل جيد اللعب، لكن بيشيلها الدفاع بالوقت المناسب علي حسن. الكرة بتمر وتعود إلى المنتخب السعودي. إذا بنتكلم عن تاريخ المواجهات السعودية البحرينية وعن أهم وأقوى وأمتع مباريات، أكيد مواجهة المنتخبين في إياب ملحق تصفيات مونديال جنوب أفريقيا 2010 في استاد الملك فهد الدولي بالرياض،
يوم 9 سبتمبر 2009 عالق بالأذهان أمام أكثر من 50,000 متفرج. ذهابا في المنامة أجبر البحرينيين السعوديين على القبول بالتعادل بدون أهداف. وفي الرياض تقدم ناصر الشمراني في الدقيقة 13 للمنتخب السعودي، ورد عليه جيسي جون في الدقيقة 42 لصالح البحرين. وفي الوقت القاتل للشوط الثاني سجل حمد المنتشري هدف التقدم للأخضر. في ذلك الحين قلنا خلاص المنتخب السعودي تأهل لمواجهة نيوزيلندا في الملحق، لكن في ثانية وفي الثانية الأخيرة من المباراة سجل إسماعيل عبد اللطيف هدف التعادل والتأهل للأحمر. ولكن الفرحة ما اكتملت بعد خروج الأحمر من التصفيات بالخسارة في الملحق أمام منتخب نيوزيلندا 1-0 و0-0 في البحرين وخسارة 1-0 في نيوزيلندا. لكن تلك المباراة تبقى هي الأميز والأكثر إثارة ما بين السعوديين والبحرينيين في المواجهات الثنائية. هنا محاولة ناحية اليسار تلعب الكرة المنتخب السعودي إلى حسين النخلي، يلعب الكرة العرضية ولكن تبعد. المنتخب السعودي يحاول على بعد 9 دقائق من نهاية أحداث شوط المباراة الأول من يسجل وينهي شوط المباراة. راح نشوف وياكم حسين النخلي، عبد الله حسون يترك الكرة إلى عبد الإله العمري، عبد الإله يلعبها لكن بالطول وتروح بالصدفة إلى اليامي. اليامي انفراد في المرمى ويعدي والمرمى فاضي ويحطها بالجول، حطها وجول. جول سعد السلولي بيخلص، سعد السلولي بيخلص أخيرا ويسجل أول أهداف المنتخب السعودي بعد مجهود كبير من عبد الرحمن اليامي. اليامي الذي يخترق ويهيئ، ولكن سعد السلولي بيسجل أول الأهداف للمنتخب السعودي بعد أن فك تماما الدفاع البحريني. شوف معانا، شوف اليامي، شوف حارس المرمى طلع خلاص والمرمى فاضي، فقط كالمدافع سيد محمد لا يمكن أن يتعامل مع كرة عبد سعد السلولي ويسجل بالدقيقة 36 أول أهداف المباراة. شوف 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 شوف، يبقى عبد الرحمن اليامي هو صانع هذه الكرة وهو اللي عمل خلخلة في الجانب الدفاعي، ولكن التمريرة أيضا اللي سبقت هذه المحاولة كانت رائعة، وبالتالي المنتخب السعودي يعلن عن تسجيل أول أهداف. البحرينيين ما راح يسكتون. سوء التنظيم الدفاعي للمنتخب البحريني سمير شمام عليه أن يصلح الأخطاء الدفاعية تسببت في هذا الهدف. التنظيم الخاطئ في جانب المنتخب البحريني في الدفاع تسبب بعمل ثغرات واضحة وارتباك كبير جعل من الهدف يكون بسهولة لسعد السلولي، والتسديدة في محاولة لاستقلال نشوة الهدف للمنتخب السعودي، ولكن صالح الحيمد حارس المرمى صاحب الطول الفارع والثقة المتناهية في المرمى ينقذ مرماه. 1-0 هذا الهدف راح يؤجل من تتويج المنتخب البحريني في هذه البطولة المصغرة. فاول المنتخب البحريني، فاول المنتخب البحريني، حكم المباراة سعد الفضلي يستدعي لاعب المنتخب البحريني. شوف الإعادة، وهذه الإعادة لاعب المنتخب السعودي طبعا للخطأ اللي ارتكبه، وفاول للمنتخب البحريني. أتمنى اللعب والروح الرياضية تسود في هذه المباراة حتى النهاية. هذا هو عبد الرحمن اليامي، نعم ما سجل ولا هدف، نعم ضيع 4 فرص، ولكن كان له يد في الهدف الذي سجل نتيجة ارتداد الكرة وتأثيره على دفاع المنتخب البحريني بعد ما ارتدت الكرة لسعد السلولي اللي كان في وضعية مريحة لتسجيل هدف. كان المرمى خالي فقط من مدافع سيد محمد لا يتمكن طبعا بمسك الكرة بيده وتتسدد الكرة بقوة من سعد السلولي، يعلن عن أول أهداف المباراة بالدقيقة 30 دقيقة 36. سعد السلولي لاعب نادي الاتفاق الذي يحل حاليا بالمركز السادس في الدوري السعودي، ما شارك أي دقيقة مع فريق الاتفاق في الدوري، ولكن أعتقد عندما يتألق مع المنتخب الأولمبي سيكون تحت أنظار الطاقم الفني في نادية. هنا محاولة توصل
التسديد كان ممكن، هجمة عكسية سعودية واحد ضد واحد. عبد الرحمن اليامي بيحاول أو يتركها الآن، كرة بتوصل مش اليامي، الكرة معاه كانت من السلولي صاحب الهدف سعد السلولي. حكم مباراة يطلب إعادة التنفيذ. خمس دقائق تفصلنا عن نهاية أحداث شوط المباراة الأول. أيها الأحبة، أيها المتابعين، في مباراة المنتخب الأولمبي السعودي والبحريني تقدم المنتخب السعودي بهدف عبر سعد السلولي. رمية تماس، الرمية الجانبية، راح تتنفذ الكرة. في السعودية طبعا الدوري السعودي هذا الموسم يخطف الأنظار بعد قرار السماح بتواجد ثمانية محترفين أجانب في صفوف كل فريق. كل الأندية السعودية دعمت صفوفها بلاعبين مميزين، وهذا لا شك أن له تأثير إيجابي على الدوري السعودي. ولكن هل سيكون قرار رفع عدد المحترفين سبب في دفن الكثير من المواهب السعودية، أم يكون لهؤلاء المحترفين أصحاب الخبرة العالية دور في رفع مستوى اللاعب السعودي الشاب؟ الشاب أعني حاليا، يعني هل يكفي إجبار كل الفرق على تسجيل خمسة لاعبين في القائمة تحت 23 سنة لإظهار مواهب اللاعب السعودي؟ كرة ملعوبة ناحية اليسار الرشيدي، كرة بتلعب، الله، النخلي بيقدم كرة عرضية، حسين النخلي هو من قدم كرة عرضية ولكن ضاعت أمام المرمى، وينجو مرمى منتخب البحرين من هدف ثاني بعد مجهود جميل من حسين النخلي ناحية اليسار للدفاع البحريني وناحية اليمين للسعوديين للبحرينيين. شوف 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 شوف، اليمين للسعوديين واليسار للمنتخب البحريني، مر بسهولة من الأحمد حبيب وكاد أن يسجل السلولي ثاني الأهداف، ولكن الكرة مرت بسلام، وحارس المرمى عمار محمد حط قدمه في الكرة. كان مفروض طبعا أنه يمسك الكرة لكن خاف من المشاركة والالتحام مع المهاجم السعودي أحمد بوغمار. تعود الكرة السعودية، السعودية أفضل، منتخب السعودي أفضل، ونحن على بعد ثلاث دقائق من نهاية شوط المباراة الأولاني. على سمير شمام المدرب التونسي للمنتخب البحريني أن يضع اليد على الأخطاء الدفاعية، خاصة وأنه هو خبير في الكرة البحرينية، مدرب سابق لمحرق الرفاع الشرقي والبنامة والرفاع، ودرب كذلك ظفار العماني. كرة ملعوبة للمنتخب السعودي الآن، ترجع من محمد الحردان، بمشاركة محمد الحردان تعود، مرور جيد من الشامسي، محمد الشامسي ويغطي عليه المدافع بهدوء وينهي الخطورة. كرة بتتنفذ، المنتخب السعودي يهدي اللعب، تغيير اللعب، كرة مقطوعة بشكل جيد من المرهون، محمد مرهون بغير اللعب في مكان سليم، والله حلوة الفكرة لكن سريعة كانت على الشامسي، ولو كانت قريبة لمحمد الشامسي راح يخترق وراح تكون صعبة على صالح الوحيمد التعامل مع الكرات القادمة من هذه الجهة. طبعا هي من البداية خطأ دفاعي كان واضح من ناحية اليمين للمنتخب السعودي. رمية تماس للمنتخب السعودي، الرمية الجانبية، الأحمر البحريني راجع من فوز على المنتخب الكويتي 2-1 في افتتاح البطولة، خسارته حتى الآن يؤجل من إعلان هذه البطولة عموما جميع الأحوال، هو خلاص ينهي كل مبارياته في هذه المباراة، خلاص هذه المباراة الأخيرة بالنسبة له، هي يعني ثلاث منتخبات لعب، الأولى فاز، المباراة الثانية حتى الآن خسران، ستكون الأخيرة. كرة منقولة، أحمد بوغمار المدافع بيطلعها من أمام حسين أو الرشيدي ناحية اليسار، روح رياضية عالية من اللاعب
احمد بوغمار اطمئنان على سلامه لاعب المنتخب السعودي شارك معه، والكره كانت يعني على الكره حاول فيها ومشاركه ثنائيه. رميه جانبيه للمنتخب السعودي، هل يسجل هدف الامان في شوط المباراه الاول؟ ثلاث دقائق وقت بديل للمهدور في شوط المباراة الأول. كرة بترسل، حسين النخلي إلى عبد الله حسون، يترك الكرة مقطوعة بشكل جيد المنتخب البحريني. يا سلام، كرة مقطوعة من النخلي بيحاول فيها، يلعب بشكل ضاغط النخلي، وهنا هفوة دفاعية بيحصل عليها ناصر العمران، ناصر، ولكن في صفارة بيفاول على ناصر العمران. ناصر العمران لاعب المنتخب السعودي، وهو لاعب نادي الشباب صاحب المركز الخامس حاليا، ما لعب في أي دقيقة في الدوري السعودي. كرة بتتنفذ إلى بوغمار، علي، مقطوعة من جانب المنتخب السعودي. نلعب بالوقت البديل، حبة المتابعين مرور، ولكن صفارة من حكم اللقاء بوجود فاول لمصلحة اللاعب عبد الرحمن اليامي اللي حاول يمر ويخترق من العمق، إنما محاولته كانت ناجحة بإيقاف خاطئ من الدفاع البحريني. إذن ضربة حرة مباشرة، 1-0 المنتخب السعودي. بعيدة هذه المحاولة، وبالتالي من الصعب التسديد في اتجاه المرمى، ولكن على الوضع نتمنى لاعبين يطلعوا لنا شويتين في المنتخبات الأولمبية، واللاعب شويت يظهر بشكل واضح في المراحل العمرية ليمتاز بالتسديد الصاروخي. هنا محاولة بيتركها، ولكن بيعليها هذه المرة بالرأس، للرأس، لكن أقرب إلى بوغمار اللي بيخلص الكرة وبيطلعها بمبدأ السلامة إلى برا الملعب، إلى برا الملعب. تعود الآن الكرة، رمية تماس المنتخب السعودي. خلاص الوقت البديل لدى حكم المباراة سعد الفضلي الحكم الكويتي. محاولة سعودية ربما تكون من آخر المحاولات باتجاه النخلي، لكن إلى برا ملعب رمية تماس. اللعب هدى نوعا ما في الدقائق الأخيرة أو في الوقت البدل ضايع. المنتخب البحريني عليه أن يفكر في التعديل. المنتخب البحريني، كرة بتتنفذ، ولكن في هذه الأثناء سيداتي أنساتي سادتي أحبتي المتاتي سادتي أحبتي المتابعين في كل مكان، أطلق الآن الحكم سعد الفضلي النغمة الختامية مع سجود الشكر للاعب سعد سلولي بتسجيل الهدف الوحيد في شوط المباراة الأول. المنتخب الأخضر الأولمبي يتقدم على شقيق البحريني بهدف عبر سعد سلولي بالدقيقة 36 بعد خطأ دفاعي فادح من الدفاع البحريني. شوط أول أوفى بوعوده أحبتي المتابعين، استمتعنا بكرة قدم جميلة خصوصا من الأخضر السعودي اللي نوع في أسلوب اللعب وخلق مجموعة من الفرص خصوصا عبر عبد الرحمن اليامي، بينما المنتخب البحريني مطالب بتصحيح الأخطاء في خط الدفاع وتحسين عملية صناعة اللعب في وسط الميدان. أشكركم على المتابعة، على من نلتقي بكم في شوط المباراة الثاني. أما الآن نعود إلى استديو التحليل لتسليط المزيد من الضوء على أحداث هذا الشوط. تفضل زميلي خالد العتيبي، إليك القيادة. شكرا زميلي المعلق عبد الناصر سهلي. تابعنا الشوط الأول ما بين المنتخب الأولمبي البحريني والمنتخب الأولمبي السعودي، وبهذا الهدف للمنتخب الأولمبي السعودي عن طريق سعد السلولي يتقدم بهدف مقابل لا شيء على المنتخب الأولمبي البحريني. سنتحدث أكيد عن مجريات هذا الشوط مع ضيوفي داخل الاستديو، كابتن ثامر عناد وكابتن دكتور حامد الشيباني. أبدأ معك دكتور حامد الشيباني، تابعنا
الشوط الأول ما بين المنتخبين الأولمبي السعودي والأولمبي البحريني وتفوق للأولمبي السعودي بهدف عن طريق سعد السلولي. طبعا كان واضح مثل ما شفنا في الشوط الأول المنتخب السعودي كان هو اللي فارس سيطرته على الشوط الأول من خلال التنظيم الجيد لخط الدفاع وبناء من الخلف كذلك الضغط العالي بعد خسارة الكرة. ما يميز المنتخب السعودي اليوم عدم إعطاء المنتخب البحريني فرصة في بناء اللعب من الخلف، الضغط العالي في خسارة الكرة واستبدال الكرة في أقرب وقت، يعني أقصر وقت للمنتخب البحريني لامتلاك الكرة. الكابتن سعد الشهري هذه طريقة لعب اليوم في الشوط الأول. المجرشي كان الأمانة يعني هو الارتكاز اللي كان في وسط الملعب هو أداة الضغط عن طريقه، هو دائما يوجه اللاعبين في الضغط، يمكن الإشارة عنده، يمكن بعدبي عارف هالأمور، في لاعبين يكونون هم اللي يعطون الإشارة داخل الملعب بطريقة الضغط أو متى ما تكون الكرة سانحة للضغط على اللاعب. المنتخب البحريني ما لقى الفرصة في بناء الهجمة خاصة من الخلف، المنتخب السعودي كان هو المسيطر، الاعتماد الكلي كان عن طريق الظهير الأيمن عبد الله حسين في الناحية اليمنى، أدى أداء كبير من خلال انطلاقاته في الشوط الأول. سعد السلولي وعبد الرحمن اليامي كانوا خطرين للأمام في السرعات اللي كانت يعني يمتلكونها هذول اللاعبين الاثنين. المنتخب السعودي اليوم الأمانة الشوط الأول شفنا منتخب سعودي منظم، شفنا منتخب سعودي متمكن، اللعب السهل دائم في الكرات البينية والقصيرة للاعبين المنتخب السعودي. للأمانة المنتخب السعودي اليوم قدر انه يسيطر على الشوط الاول من خلال طريقه اللعب اللي اداها الكابتن سعد الشهري في الشوط الاول. نعم كابتن ثامر عناد، ايضا تحدث عن الشوط الاول وقراءتك الفنيه. نتكلم عن المنتخب السعودي، ما راح ازيد على اللي قاله دكتور، هو فريق منظم، الكل يتحرك باتجاه الكره، هذه الميزه الوحيده اللي شفتها يعني متغيره حتى بالفرق المراحل السنيه، ان كل فريق يتجه وين اتجاه الكره يتجهون ويعملون ضغط عالي ويعتمد اخطاء، يعتمد على اخطاء الفريق ويستغلها استغلال كامل، مثل ما شفنا الهدف ومثل ما شفنا الكره الضايعه اول الدقائق. واضح انه يلعب ضغط عالي نفس ما قال الدكتور على المنتخب، وواضح لياقه بدنيه عاليه جدا على المنتخب السعودي، يعني شفناه ممكن يكمل يعني شوط ثاني ومن غير راحة، حتى بناء الهجمة لم تكن بطيئة في نص الملعب أو خاصة من الخلف. هذه أول فرصة عبد الرحمن اليامي، خطأ من الدفاع يستغلها المنتخب السعودي ويكون قراب الخطوط الثلاثة للمنتخب السعودي قراب عند بعض، فتشوف الكثافة العددية للمنتخب السعودي تكون كثيرة، نفس ما شفنا من الهدف اللي سجل المنتخب السعودي، شفنا هدف من لاعب ضاعت منه الكرة من الحارس المرمى، شفنا اللاعب الثاني قريب لأن الخطوط متقاربة والكثافة العددية تكون زايدة على المنتخب السعودي. احنا هذا المنتخب السعودي يمكن الشوط الأول استحوذ على الكرة، عمل كل شيء وهو كان الأفضل، هو استحق أكثر من هدف. نتكلم عن المنتخب البحريني، مو هذا المنتخب البحريني اللي شفناه مع المنتخب الكويتي، يمكن الخصم يتغير، طريقة اللعب تتغير، ولكن شفنا بناء هجمة بطيء، خطوط متباعدة، يلعب على الكرات المرتدة ولا يطبقها، يمكن شفنا عزل اللاعب الحردان عن المجموعة ككل، ما شفنا فرص محققة إلا بالكرة الثابتة. المنتخب البحريني بعيد كل البعد عن المباراة الأولى، مستواه متذبذب، الخطوط الثلاثة متباعدة، بناء الهجمة يكون بطيء، شوف مثل ما تشوف كان بطيء وسلبي جدا. أعتقد أن لو تلاحظ ضغط الآن، ضغط عالي، وشوف وعدا ملعب فريق البحرين، المنتخب البحرين تنظيم سيء خاصة في الرباعي الدفاع مع المحاور، كانت هو سبب اهتزاز المنتخب البحرين، واستغل المنتخب السعودي أخطاء المحاور ويا خط الدفاع وقدر يسجل هدف وقدر يضيع اكثر من كره. بعد انت تشوف منتخب البحرين السعودي دائما في اي كره عرضيه يقال اقل شيء لاعبين اثنين في خط ال 13. شوف شوف منتخب البحرين الخطا من المحور ابو معاذ، ضغط عالي، نشوف 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 الان بالاعاده راح تبين الصوره بشكل اكبر. هذا هو شوف من المحور ضغط عالي، وقلنا هذا المحور مو مركزين المحاور الاثنين مع خطوط الدفاع الاربعه، تنظيم سيء، واستغلها المنتخب السعودي، شوف كثافه العديد المنتخب السعودي، ثلاث لاعبين وواحد رابع برا خط 18، هذا ما تشوفها الا مع الفرق الكبيره اللي تعتمد على الضغط العالي وتقارب الخطوط الثلاث. واستثمرها المنتخب ما يميز المنتخب السعودي خاصه في الخط الخلفي، دائما تلقى لاعب ضد لاعب، يعني المنتخب السعودي دائما لاعب، يعني هذه ترى طريقه صعبه جدا، لكن المنتخب السعودي عنده ثقه في نفسه، لاعبين يملكون الثقه في النفس، يعني تلقى اللاعب ضد لاعب ما عنده مشكله في 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 الناحيه الهجوميه خاصه المراقبه الدفاعيه والتغطيه الجيده. عدم الاستعجال في بناء الهجمة، دائما الكرة إذا منتخب السعودي ما كان لقى حلول في وسط الملعب، إرجاع الكرة لحارس المرمى والاعتماد على حارس المرمى في بناء الهجمة من الخلف، هذا يميز منتخب السعودي. الانطلاقات السريعة اللي يقوم فيها منتخب السعودي، انتقاله السريع، الضغط العالي مثل ما قال الكابتن ثامر،
استغلال اخطاء المنتخب البحريني. المنتخب البحريني اليوم ما لقى فرصه انه يلعب كره، ما يعني المنتخب السعودي اجبر المنتخب البحريني على 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 الاخطاء فرض اسلوبه. نعم فرض اسلوبه على المنتخب البحريني. للامانه المنتخب السعودي اليوم منتخب قوي، منتخب يملك لاعبين على مستوى عالي، مهاره فرديه عاليه لاغلب لاعبي المنتخب السعودي، الدقه في التمريرات بين العام ما شفنا اخطاء في التمرين يمكن في كورتين او ثلاث. فالمنتخب السعودي منتخب متمكن، منتخب جيد الصراحه. مو معاذ حتى بالتنظيم سيء كجماعي، المنتخب البحريني كخط خط جماعي سيء جدا بالتنظيم والفردي، يعني واحد واحد كل الكره تكون مع المنتخب السعودي، حتى الكره الثانيه اذا تبي تشوف الفريق اللي مسيطر والاقوى اللي يهدد الكره الثانيه لازم تكون حقه هو. فالمنتخب السعودي كل الكرات الثانيه تكون من نصيبه، المناورات الثنائيه هو الاجدر، المراوغه واحد بواحد عند المهاره نفس ما قال الدكتور، اللاعبين عندهم المهاره واحد بواحد، الكثافه العدديه اكثر كثافه عدديه في ملعب الخصم تكون المنتخب السعودي. قلت لك التنظيم سيء للمنتخب البحريني سواء على التنظيم الجماعي ولا التنظيم الفردي. يبدو لي سعيد الشهري قرأ المنتخب البحريني بشكل صحيح، لأن اليوم نشاهد محمد الحردان يعني منعزل تماما، يمكن شاهدناه امام الكويت هو اللي احنا اللي تكلمنا قبل المباراه، تكلمنا على إن الحردان صحيح. ان قوه المنتخب البحريني محمد الحردان. شوف وانا يعجبني المدرب اللي يقرا المباراه، وسعد الشهري قبل المباراه شاف مباراه البحرين وشاف قوه القوه وشاف الضعف وقدر انه يقيم فريقه او يعطي فريقه تعليمات على نقاط الضعف ونقاط القوه، عزل نقاط القوه الحردان عن الفريق، شفت الفريق فريق عادي اقل من العادي المنتخب البحريني لانه يعتمد من الناحيه الهجوميه للحردان، وشفنا نقاط الضعف هو اللعب الفردي او على الاطراف المنتخب السعودي امتاز فيها وقدر انه يسجل. نعم المنتخب البحريني في الجانب الدفاعي دكتور ما كان بالشكل الصحيح التنظيم الدفاعي، لكن ايضا حتى في الناحيه الهجوميه ما لقى الفرصه انه يلعب في وسط الملعب، ما لقى يعني مجال للتمريرات. المنتخب البحريني دائما تلقى الزياده العديده، المنتخب السعودي خاصه في وسط الملعب دائما اثنين على واحد مثل ما قال كابتن ثامر عناد، دائما يكون في ضغط على حامل الكره ولاعب مساند للمنتخب السعودي. اللياقه البدنيه يعني تضييق المساحات على المنتخب البحريني، عدم اعطاء حلول للمنتخب البحريني في بناء الهجمه، ما شفنا يمكن الا كره وحيده في الشوط الاول المنتخب البحريني قدر انه ينقل الكره. يمكن اميز لاعب كان المنتخب البحريني كان اللاعب محمد مرهوم، كان مرهون كان لاعب مميز الامانه الشوط الاول، قدر انه ياخذ اكثر من كره وسط الملعب ومرر تمريرات جيده. ولكن المنتخب البحريني احنا ذاك يوم نشيد فيه في انتقاله السريع من الناحيه الهجوميه ومن الناحيه الدفاعيه، شفنا الهدف اللي سجله المنتخب السعودي، كثافه عديه المنتخب السعودي اكثر من المنتخب البحريني، عدم الرجوع للخلف بعد خساره الكره. فهذا ما يعني نفس ما شدنا المنتخب البحريني اليوم كان شيء واضح وسلبي في المنتخب البحريني، دائما الزياده العدديه المنتخب السعودي في خط ال 18 على المنتخب البحريني تكون من نصيب المنتخب السعودي، فهذا سعد الشهري شكل خطوره على المنتخب البحريني. يعني على اللي حصل للمنتخب البحريني ومستواه لازم نشيد بالمدرب سعد الشهري، يعني فرض اسلوبه على المنتخب البحريني القوي اللي شفناه قوي واللياقه البدنيه كانت من صالح فريقه، وواضح انه عاد فريقه اعداد جيد، قاري المباراه قرايه ممتازه، نقاط القوه عزلها عن الفريق ونقاط الضعف لعب عليها. انا يعجبني المدرب اللي يقرا المباراه، وسعد الشهري واضح من الشوط الاول انه قرا المنتخب البحريني قوته ونقاط ضعفه، فاعتقد انه يشيد بهالمدرب هذا، وانا اعتقد ان المنتخب السعودي قادر انه يسجل اكثر من هدف. اليوم اذا بنتكلم عن عبد الرحمن اليامي كتارجت وراس حربه، تكلمت عنه قبل المباراه، قبل المباراه ذكرت قبل المباراه عبد الرحمن اليامي ما شاء الله تبارك الرحمن من اللاعبين المهمين، لاعب دائما يعمل فارق في اي فريق، شفنا في هو يعني مساهم في الهدف الاول من خلال تحركه من خلال انطلاقاته، لاعب للامانه يملك امكانيات عاليه، شفناه في الهدف الاول تحرك من وراء من خلف اللاعبين، يعني حاول يعني استحوذ على الكره قبل حارس المرمى، ولكن الكره وصلت عند السلولي وسجل هدف. عبد الرحمن اليامي من اللاعبين اللي يعتمد عليه في الناحيه الهجوميه، ينقل الهجمه للفريق من خلال السرعه اللي يمتلكها. شوف عبد الرحمن اليامي الامانه من اللاعبين المميزين، هو اليوم حصل ثلاث فرص تقريبا، حصل ثلاث فرص سجل منهم، سجل كان خطر فيهم، كان خطر فيهم واضح هذا يمكن الهدف. شوف التنظيم الهدف، شوف التنظيم الهدف، شوف اللاعب، شوف كم لاعب سعودي، اللاعب رقم اثنين المنتخب البحريني اللاعب سيد محمد امين، تغطيته لو انه صاعد مع الفريق يمكن اللاعب عبد الرحمن اليامي يكون في وضع التسلل. هذا التنظيم اللي قال عنه الكابتن ثامر عناد في الشوط الاول، المنتخب البحريني كان تنظيمه غير جيد خاصه في الخط الخلفي. نعم كابتن ثامر، يعني في ادوار ثانيه صراحه شاهدناها في المنتخب السعودي لابد ان نعطيها حقها، يعني اذا بنتكلم عن المحاور الاثنين يوسف الحربي وناصر العمران، اذا بنتكلم على الاطراف حسين نخلي وفهد الرشيدي وامامهم سعد السلولي وعبد الرحمن اليامي، يعني في ادوار نشوفها في المنتخب السعودي صراحه يعني
فعلا لاعبين مميزين، فريق يفرض احترامه، فريق يفرض احترامه على نعم على الخصم، وصراحه يفرض احترامه حتى على المشاهدين. شوف مباراتنا مع المنتخب الكويت والبحرين ذكرنا لاعب 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 نعم. بس لما تذكر لي ست لاعبين سبع، هذا عمل مدرب، عمل مدرب، عمل شغل فني، حتى انطلاقات عبد الله حسين مفتاح لعب ياتي من الخلف والورق، يعني في شغل، في عمل وشغل فني. ايوه عمل فني. انت لما تشوف فريق كامل في منطقه جزاء او في ملعب المنتخب البحريني، هذا يدل على عمل مدرب كبير قاعد يعمل عليه وقاعد ينجح فيه في المباريات، خاصه مع منتخبات يعني تعد قويه نفس البحرين، انك تفرض اسلوبك. الكابتن سعيد الشيخ فرض اسلوبه على المنتخب البحريني القوي، وفرض طريقه لعبه، واعطى مجال وتنوع في الهجمات، مره على الطرف اليمين مفتاح لعب، مره على طرف اليسار، مره من العمق، مره ضغط عالي وصادوا كره وسجل منها هدف. يعني يستغل اخطاء المدافعين، مهاجمين منتبهين على اي خطا يستغلونه، وشفنا اول خمس دقائق اللي اخطا المدافع وبغى يسجل الهدف المهاجم السعودي، الخطا الثاني سجلوا منه هدف، الخطا الثالث كانت خطره. فاعتقد ان سعد الشهري قاعد يقوم بعمل كبير وجبار مع فريق. انا لما اشوف المنتخب السعودي اليوم كانه من طينه الكبار، يعني الفرق الكبيره، يعني المنتخبات الاولى كطريقه لعب، كضغط عالي، حتى لما يفقد الكره شلون يرجع بتنظيم في وسط ملعب، بناء الهجمه ما عنده مشكله اذا تاخرت الهجمه او يردها للحارس مرمى، يغير طريقه التنويع حتى في الهجمات. اعتقد انه يعني فريق ومنتخب متعوب عليه مدرب فكره ويقرا اللعب. انا احب المدرب اللي يقرا الفريق الخصم وقدر انه يضع تكتيكه يعني لهذه المباراه. خمسه ترى من المنتخب الاولمبي غير متواجدين، هم متواجدين مع المنتخب الاول حاليا في البطوله الرباعيه. ما شاء الله ما شاء الله، يعني لاحظ يعني الخمسه يعني خمسه الان متواجدين مع المنتخب الاول يلعبون مع البطوله الرباعيه، يلعبون اليوم مع البرازيل، يعني غير اللاعبين المتواجدين حاليا. وهذا اللي تكلمنا احنا، المنتخب السعودي ولاد، يعني المنتخبات السنيه عندها نجوم ويقدر ويبني بناء صح للفرق الصغيره، وتشوف بعد سنه سنتين تشوفهم نجوم. نعم كابتن ثامر، انت شوف طريقه اللعب لعب فيها الكابتن سعد الشهري 4-4-2، قاعد يطبقها بالطريقه الصحيحه من خلال دخول الوينجات اللي داخل، اعطاء مجال للباكات في صعود فتح الملعب، دائما في مساحات للاعبين المدافعين في التمرير في وسط الملعب او التمرير عن طريق الاطراف، تنويع اللعب في بناء الهجمه، هذا يميز منتخب سعودي. هذا فريق كبير عنده ثقه في نفسه، دائما لما يلعب طريقه خطره جدا، يعني اي كره مقطوعه في وسط الملعب راح ترد عليك، عكسيه اذا كان منتخب ضدك منتخب قوي، منتخب يملك لاعبين على مهاره عاليه، ولكن المنتخب السعودي عنده ثقه في نفسه. هذا يبين لك عمل المدرب، يعني مثل ما قال الكابتن ثامر عناد بالنسبه للكابتن سعد الشهري، عارف لاعبينه وعارف امكانيات لاعبينه، معطيهم الثقه العاليه، تطبيق الطريقه بالطريقه الفنيه بالطريقه الصحيحه جدا. يمكن في بعض الاخطاء بالتمريرات، ولكن الرجوع الخلفي بعد خساره الكره دائما يكون في رجوع لتغطيه المنطقه. شفنا اللاعب المنتخب السعودي بعد خساره الكره في منطقه 18 منتخب البحريني، تلقى يرجع مع اللاعب البحريني ويحاول انه يستخلص الكره او يعمل خطا لتاخير اللعب وعوده فريقه للخلف. يعني على 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 شوف مباراه البحرين والكويت، انا المدرب السعوديه راح هو سعد الكابتن سعد الشريف احترم المنتخب البحريني، بس ما خاف منه، يعني ليه مو لدرجة الخوف. يعني أنا لو مدرب السعودية أشوف منتخب البحرين مع الكويت فريق قوي راح أنظم له، فما بالك أنت تنزل مع منتخب قوي البحرين تفرض أسلوبك وتضيع أكثر من فرصة وأنت فارض أسلوبك وأنت الأفضل، ولا كرة خطرة إلا كرة ثابتة للمنتخب البحريني. هذا يدل على عمل كبير قام فيه المدرب سعد الشهري. نعم الشوط الثاني كابتن ودكتور حامد الشيباني، يعني حلول المنتخب البحريني، يعني اليوم منتخب البحريني الشوط الأول يعني ما كان ما لعب، كان صح يعني ما له حضور، احنا نقدر نقول احنا قلنا محمد الحردان كان هو اميز لاعب، وهو النقطه الاساسيه للمنتخب البحريني في بناء الهجمه. في محمد الحردان متى ما استلم كره متى ما كان منتخب البحريني خطر. شفنا اليوم الكابتن سعد الشهري بعد قراءته الكبيره، محمد الحردان يمكن ما استلم له كره او كرتين، واذا استلم الكرات يستلم عن طريق الاطراف في مناطق غير خطره لبناء الهجمه. منتخب البحريني لو يلعب ضغط عالي ممكن يحرج المنتخب السعودي في بعض اوقات المباراه، ولكن راح يكون في خطوره كبيره عليه في الناحيه الخلفيه، اذا تغارب خطوط المنتخب البحريني والضغط العالي وتغارب اللاعبين ممكن يشكل خطوره على المنتخب السعودي. نعم المنتخب السعودي راح يستمر على نفس، راح يستمر ويمكن عنده فرصه اذا سجل هدف ثاني يقدر يبدل اكثر من لاعب لاعبين يعطيهم فرصه. انا اعتقد انه واثق بالمباراه هذه الكابتن سعد. نعم اذا تحدثنا اكيد عن الشوط الاول، ننتقل معكم مشاهدينا الكرام الى استاد نادي الكويت لمتابعه مجريات الشوط الثاني ما بين المنتخب الاولمبي السعودي والمنتخب الاولمبي البحريني، وزميلي المعلق عبد الناصر السهلي.
كراسون. شكرا للزميل خالد العتيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي يا نساتي سادتي متتبعي كويت سبورت، حياكم الله معنا من جديد مع احداث شوط المباراة الثاني ما بين الشقيقين المنتخب السعودي الاولمبي ونظيره المنتخب البحريني. اطلق حكم المباراة الدولي الكويتي سعد الفضلي حكم مرشح دولي معلنا عن بداية احداث شوط المباراة الثاني. انتهى شوط المباراة الاول بتقدم سعودي بهدف سعد السلولي في الدقيقة 36. سلامات لاعب المنتخب البحريني علي حسن مع أول تدخل في هذه الكرة، ما في تعمد من حسن حسين قاسم. سلامات لعلي حسن. بالشوط الأول أيها الأحبة شفنا السيطرة السعودية الواضحة، تقدم مستحق وتضيع سيل من الفرص خاصة من اللاعب عبد الرحمن اليامي، بينما المنتخب البحريني حاول مباغتة المنتخب السعودي في الكرات العكسية، لكن الدفاع للمنتخب السعودي كان متمركز بشكل سليم. اتمنى استمرارية المتعة في الشوط الثاني، وهذه إعادة للهدف الوحيد اختراق ووصول اليامي يصنع الفرحة لزميله اللاعب سعد السلولي الذي يسجل هدف في مرمى الخالي من حارس المرمى بتواجد فقط المدافع سيد محمد، ولكن لم ينجح في إبعادها. شوف الكرة والاختراق حاول فيها حارس المرمى، لكن أنا عندي ملاحظة على حارس المرمى البحريني اللي هو عمار محمد، يتحاشى الذهاب للكرة بإيده. حارس المرمى يعني يجب أن يكون أكثر إقداما، يحاول أنه يدخل على الكرة بإيده، لأن حارس المرمى هو هذه لديه الميزة، كرة ملعوبة، وبالتالي أي تدخل من المهاجمين معناته في خطأ لمصلحته. نتمنى إذن الاستمرار ما شاهدناه في شوط المباراة الأول. هذا الشوط أكيد راح يشهد الكثير من التغييرات والتعديلات، خاصة المنتخب البحريني اللي بدل وأخرج محمد الشامسي وأدخل علي مفتاح. كرة بتلعب توصل منتخب البحريني بمبدأ السلام يطلعها إلى برا الملعب. خلونا استذكر وياكم تشكيلة الفريقين. المنتخب السعودي بحراسة المرمى صالح الوحيمد، في الدفاع حسين قاسم، عبد الإله العمري، عون السلولي، عبد الله حسون، في النص ناصر العمران، يوسف الحربي، حسين النخلي، وفهد الرشيدي، وسعد السلولي، في المقدمة عبد الرحمن اليامي. كرة بتلعب بشكل جميل باتجاه حسين قاسم، ولكن الكرة إلى خارج الملعب. بينما مدرب المنتخب البحريني طبعا تحضير من جانب الاحتياط السعودي، طبعا ممكن نشوف تبديلات كثيرة، نشاهد زيد البوادي، عبد الباسط هندي، حسين فايز، عبد الله مجرشي، نواف بو عامر، مختار علي، محمد زبيدي، علي الأسمري، حسن القيد، نواف الحبشي، وعماد عدنان، وعمر العودة. هي الأسماء اللي ممكن تشترك في شوط المباراة الثاني. كرة بتتنفذ، منتخب البحريني بيحاول عبر الاختراق من عبد الرحمن، لكن بيرجعها للخلف جاسم خليف. تشكيلة البحرين: عمار محمد في المرمى، في الدفاع علي حسن، أبو غمار، أحمد حبيب، وسيد محمد. محاولة الآن خطيرة لسيد سعد السلولي، بيلعبها لنفسه سعد وبيشوت بيحطها، إنما حارس المرمى كان في المكان المناسب وحاول يسقطها، لكن هو ما كان متقدم حارس المرمى. أيضا في النص جاسم خليف، محمد الحردان، علي مفتاح، عبد الرحمن محمد، ومحمد مرهون، في المقدمة هاشم سيد عيسى. هنا محاولة سعودية، اخترق وللمرمى اقترب، ولكن الدفاع بيطلعها إلى ضربة ركنية. ضربة ركنية محاولة ناجحة من حسين النخلي، كورته داخل منطقة 18، ولكن الإبعاد كان حاضر من جانب الدفاع البحريني وبيطلعها بمبدأ السلامة إلى الضربة الركنية. هل يسجل المنتخب السعودي ثاني الأهداف أم البحرين الأولمبي يعود إلى أجواء المباراة ويسجل هدف التعادل؟ هذا ما راح نتابعه وياكم خلال الدقائق القادمة.
الضربة ركنية تحت تنفيذ ناصر العمران لاعب نادي الشباب السعودي. راح تتنفذ الكرة الآن والرأسية ولكنها إلى برا ملعب كورنر مرة ثانية. ركلة مرمى. في تبديل للبحرين أيضا، دخول مصعب عمر وعلي حسن راح يغادر، يبدو لي تبديل إجباري. لهذا اللاعب لأنه أصيب مع بداية الشوط الأول. الشوط الثاني أعني. الكرات المرتدة السعودية دليل على اللياقة البدنية العالية اللي يتمتع فيها الأخضر، وواضح أن بدنيا يلعب بشكل أفضل من المنتخب البحريني. كرة القدم طبعا عوامل كثيرة تجلب النجاح، العامل البدني أحد أهم العوامل، العامل التكتيكي، العامل أيضا الفني من جانب الخطط المدرب، كل هذه عوامل ممكن تساهم في نجاح الفريق. كرة بتوصل المنتخب السعودي، تنقل إلى يوسف الحربي، بيحولها ناحية اليمين، هجمة عكسية سعودية ولكن بيهد اللعب الآن، بهد اللعب. توصل، شكرا، بيلعبها ناحية اليمين، محاولة للمرور ولكن فاول لمصلحة المنتخب البحريني. روح رياضية ما بين الشقيقين. لاعب المنتخب البحريني أحمد حبيب، لاعب الدفاع البحريني أحمد حبيب يلعب في نادي المالكية. كرة ملعوبة، محاولة وحطها بالجول، الله، أول تسديدة في شوط المباراة الثاني لمحمد مرهون. الأولى كانت في القائم اليسار في شوط المباراة الأول من الكرة الثابتة، ومحمد مرهون بيسدد لكن صالح لوحيمد ينجح في أصعب الاختبار، اختراق وانفراد في المرمى تماما، ولكن برابو صالح لوحيمد بيصد كرة وانفراد في المرمى. هذا اللاعب لوحيمد حارس مرمى النصر السعودي المتصدر حاليا للدوري السعودي. نعم، سيكون رافد مهم من روافد حراسة المرمى في نادي النصر، ما شارك في أي دقيقة في هذا الموسم ولكن يبقى اسم كبير ونادي كبير يلعب فيه وهو نادي النصر السعودي. كرة ملعوبة، اللعب العرضية، محاولة بحرينية من جديد للاختراق من العمق، يبحث عن خطأ عبد الرحمن محمد، تصل الكرة مرة ثانية منتخب البحرين. يا حبة المتابعين نبحث عن ثاني الأهداف، كرة بتوصل، بيحاول داخل منطقة ولكن لعبت بشكل حلو من محمد الحردان، ولكن بعد ذلك الكرة تهدر من عبد الرحمن محمد. كرة ملعوبة خطيرة، هي المحاولة وبيخلصها وبيحطها في الجول، جول، الله 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 يا علي مفتاح، علي مفتاح، كرة يسارية كادت أن تهز الشباك ولكن قريبة من القائم اليسار، شوف مر ولعبها بيسارة ولكنها قريبة من القائم اليسار بتمر، فرصة التعادل. المنتخب السعودي يقع في أخطاء في هذه اللقطة، شوف الالتحام الاثنين من اللاعبين، ما فيها شيء والكرة بتمر إلى برا الملعب. سلامات لاعب الدفاع، لدينا مدرب المنتخب السعودي سعد الشهري، مواليد عام 1980، 9 يناير من عام 80، درب سابقا الاتفاق ومنتخب السعودية الشباب، وعمل على مستوى الفئات العمرية بالقادسية والاتفاق والنصر في السعودية. هو لاعب سابق في خط الوسط في الاتفاق والنصر وكذلك نادي القادسية، إذن لديه من الخبرة الكافية لأن ينجح في هذه المباراة، وكذلك سيكون اللقاء الختامي يوم الثلاثاء القادم كلاسيكو خليجي يجمع الشقيقين الكويتي والسعودي في مباراة مهمة،
فرصة منتخب الكويتي. طبعا شاهدوا المنتخبين لعبوا مع البحرين خسروا 2-1، والآن نشاهد المنتخب السعودي ويعرف إذا نقاط القوة ونقاط الضعف، وبالتالي نتمنى إن شاء الله أن نشاهد مباراة جميلة ما بين المنتخب السعودي والمنتخب الكويتي تنتهي إن شاء الله كويتيا. سلامات للاعب المنتخب السعودي راح يستأنف اللعب. أمامية منتخب السعودي بيحاول يمر، كرة مقطوعة في مكان سليم، مرة ثانية تعود إلى ناصر العمران، هجمة عكسية إلى سعد السلولي بيلعبها في مكان خطير وممكن يسقطها. الله الله على الفكرة، الله على الفكرة، لكن حارس المرمى بيتصدى لكرة عبد الرحمن اليامي، لعبها بعقل، نعم حاول يسقطها لكن ما نفذها بشكل سليم، حارس المرمى كان متقدم. لاحظ عبد الله اليامي عندما تقدم، لاحظ عندما شاهد وعاين حارس المرمى خارج من مرمى، ولكن التنفيذ ما كان سليم، كان المفروض انه يلعبها بشكل افضل، يلعبها لوب اعلى من كذي الحقيقة في فوق راس حارس المرمى عمار محمد، ولكن طول حارس المرمى كذلك حالة دون تسجيل الهدف السعودي الثاني. تبقى المباراة صعبة على السعوديين، 1-0 كرة ملعوبة توصل الآن، بحرينية بيحاول يمر، بيحاول يعبر على الجهة اليسرى، مرور ومحمد مرور، لكن تطلع إلى برا الملعب، رمية تماس اصطدمت في عون سلولي، هذا هو عون سلولي كابتن الفريق عون السلولي، لاعب نادي الاتحاد، حكم اللقاء بيعطي بطاقة صفراء يبدو لي. رمية جانبية للمنتخب السعودي، رمية تماس مرة ثانية، تعود الكرة إلى المنتخب السعودي، كرة ملعوبة لليامي، اليامي اليامي الكرة معاه، اليامي بيحاول المرور ولكن بيخلصها من أمامه اللاعب البحريني جاسم خليف، كرة ملعوبة تعود إلى المدافع عبد الإله العمري، بيلعبها إلى عون ولكن الكرة إلى خارج الملعب، حسين قاسم يظهر أمامنا، حسين قاسم لاعب الاتفاق ولعب سابقا في الهلال السعودي. عبد الرحمن اليامي اللاعب المميز في المنتخب السعودي عليه أن يعمل خلال التدريبات القادمة على اللمسة الأخيرة، فقط إذا استطاع أن ينهي هذا الخلل وهو إنهاء الكرة إلى هدف وعلاج اللمس الأخيرة بالنسبة له راح يكون لاعب فعلا متميز، لأن لاعب يتمركز بشكل جيد، لاعب يموه، لاعب يخدع، لاعب يمر، لاعب بيراوغ بشكل جميل، ولكن ماذا ما بعد كل هذا؟ ماذا بعد كل هذا؟ أنه ما يسجل، ما يحط، وبالتالي يضيع العديد من الفرص أمام المرمى. كرة منقولة توصل عبد الرحمن محمد، بيحاول المرور، الكرة إلى أحمد بوغمار، أحمد بيلعب خطيرة وحط الجول، الله الله، كانت محاولة بحرينية، ولكن ما زالت مسلسل الفرص الضايعة تستمر معكم من خلال هذا اللقاء، لكن أظن وأعتقد أن المباراة ما راح تنتهي بهدف، راح نشوف وراح نشاهد المزيد من الأهداف في الدقائق القادمة بحول الله تعالى عبر كويت سبورت. تشاهد الإعادة، شوف التغطية الدفاعية الحاضرة في اللعبة الماضية، والتسديدة كانت من اللاعب البحريني أحمد بوغمار القادمون من الخلف، ولكن كرته انتهت بسلام. البحرينيين أفضل بكثير عما كانوا عليه في شوط المباراة الأولاني، وتداركوا ربما بعض الأخطاء، هنا المدافع بيتحصل عليها أحمد حبيب، أحمد يحتفظ بالكرة ولكن بيضايقه على طول سعد السلولي صاحب الهدف الوحيد وبيخلصها من أمامه. تعود الكرة السعودية، يا سلام على المرور، يا سلام على اللياقة البدنية، يا سلام على العرضية، بمر وداخل المنطقة ومجهود ولا أروع، ودفاع بحرين الحقيقة يخطئ في عملية الاحتفاظ الزايد في الكرة وعدم وجود الحسم
اللاعب عندما تكون كرة، شوف هذه الكرة يتحملها الدفاع البحريني، الكرة كانت من الأساس عند أحمد حبيب، كان مفروض أن يخلصها. الكرة تعود المنتخب السعودي، تنقل الكرة مرة ثانية خطيرة، محاولة اليامي، اليامي الكرة معاه اليامي، واللمسة الأخيرة يا اليامي، عبد الرحمن اليامي بيرجع الكرة للخلف، ترجع السعودية، السعودية والبحرين أحبتي المتابعين هنا في أرض الكويت، لقاء الأشقاء والتقدم سعودي منذ الدقيقة 36 من شوط المباراة الأول. الكرة بتتخلص من أحمد، تعود هجمة عكسية بقيادة علي مفتاح القادم في شوط المباراة الثاني، تصل الحردان تتخلص من أمامه، خطأ كان واضح للمنتخب السعودي، كرة بتتنفذ تعود مرة ثانية للمنتخب السعودي، يا سلام على العبور، يا سلام على استغلال المساحة الفاضية والمرور والتقدم، ويحضر فهد الرشيدي، فهد بيحطها، الله 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 يا الرشيدي اشتنطر، فاصل جميل من السرعة الحقيقة وقطع مشوار ماراثوني، وبعد ذلك التسديدة من فهد الرشيدي بيد حارس المرمى عمار محمد الذي ينجح بالتعامل معها بشكل جميل. كرة بتوصل عمار محمد حارس المرمى المنتخب البحريني ينجح في إبعاد كرة، تعود في مكان أيضا مرهون بدفاع عبد الله حسون، بيحصل على الكرة ترجع له مرة ثانية عبد الله حسون في وسط الميدان، يا سلام إلى عبد الرحمن بينقل الكرة لكن بيصلحها ناصر العمران، هجمة ناحية اليمين حسين النخلي، حسين النخلي كرة معه، حسين بيحاول يمر، حسين النخلي ما زال وفي ضغط على حامل الكرة، حسين النخلي يحتفظ، حسين بيمرر ناحية اليمين إلى سعد السلولي، سعد سعد بيحضرها ولكن وين يا السلولي؟ إلى برا الملعب، في تبديل سعودي، علي الأسمري راح يدخل مكان ناصر العمران، نشاهد الإعادة، شوف التسديدة، لاحظ حارس المرمى بآخر لحظة عمار محمد ينجح في التصدي لهذه الكرة الخطيرة، كان مفروض تسديد أقوى، أقوى تسديد من الرشيدي كان أقوى، كان ممكن يكون هدف ثاني، استلم شارة الكابتن وهو نازل علي الأسمري، كرة بتنقل شوط المباراة الثانية أيها الأحبة، هو الإرسال الآن لكن في صفارة من حكم المباراة سعد الفضلي يطلب التهدئة من اللاعب سيد محمد، صفارة بوجود خطأ. في الدوريات الخليجية دعونا نأخذكم بفاصل سريع، طبعا في تبديل بالنسبة للبحرين، أحمد الشروقي، أحمد الشروقي راح يكون أيضا القادم الجديد مع الدقيقة 63 من عمر المباراة، ويطلع محمد الحردان، في الدوريات الخليجية الصدارة كويتاوية هنا للعميد برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن السالمية بعد مرور 5 جولات، في السعودية بعد مرور 5 جولات النصر بالعلامة الكاملة 15 نقطة بفارق نقطتين على الأهلي الثاني وثلاث نقاط عن الهلال الثالث، الهلال لديه مباراة ناقصة يمكن أن يتساوى مع النصر بصدارة إذا فاز، في قطر الدحيل يتصدر ب 19 نقطة بفارق نقطتين عن السد الثاني بعد 8 جولات مع مباراة أقل للسد والدحيل، في الإمارات
تم لعب 5 جولات الشارجة في الصدارة ب 13 نقطة بفارق الأهداف عن العين الثاني. في البحرين لعب 4 جولات وصدارة للرفاع الشرقي ب8 نقاط مع مباراة ناقصة لمجموعة كبيرة من الفرق. في عمان ظفار يتصدر ب19 نقطة ب7 مباريات بفارق 4 نقاط عن صحم الثاني. إذن تبديل في الشوط الثاني، خروج محمد الحردان اللي يبدو لي ما ظهر بالمستوى المأمول وما ظهر بمستوى اليوم في المباراة أمام المنتخب السعودي، بالتالي مدرب البحرين سمير شمام اضطر أن يجري هذا التبديل. كرة بتنقل إلى يوسف الحربي، بنقلها ناحية اليمين، مقطوعة جميلة بحرينية على الطرف الأيسر أمام عبد الله حسون، لكن يستمر بالانطلاق الشروقي، اللاعب اللي نازل من الدكة الشروقي حلوة الشروقي، بيلعبها ناحية اليمين لعلي مفتاح، بيتركها للقادمون من الخلف أحمد بقمار، أحمد مضايقة فهد الرشيدي وبيحصل على ضربة ركنية. أحمد بقمار القادم من الصفوف الخلفية، لاعب نادي الحد وصيف الدوري حاليا وواحد من أبرز الصاعدين في دوري البحريني. ضربة ثابتة ركنية، محمد مرهون واحد من أخطر اللاعبين اللي يتعاملون مع الكرات الثابتة ولديه حضور في 2 من الكرات، كاد أن يسجل. كرة ملعوبة ركنية وبالرأس الطاير يلعبها لكن ما مشت، تعود إلى عبد الرحمن، عبد الرحمن بيشوت ولكن كرة عبد الرحمن للأولى دخلت والثانية يحصل على ضربة ركنية. عبد الرحمن محمد، الضربة ركنية لمنتخب البحرين. كرة بتلعب توصل كرة جهة اليمين، منتخب السعودي يلعبها خطيرة ولكن تمريرة قصيرة الحقيقة كانت من اللاعب المنتخب السعودي أقرب إلى عمار محمد. عبد الرحمن اليامي، كرة ملعوبة الآن، الدفاع السعودي والسيطرة في الكرة بيلعبها أمامية تعود للمنتخب السعودي مرة ثانية. اليامي كان في موقف تسلل ما يتداخل بالكرة، يتركها إلى سيد محمد اللي يرجعها إلى حارس مرمى عمار محمد. كرة بتلعب توصل أقرب إلى حارس المرمى. بيحاول بالكرة ناحية اليمين وبتطلع إلى برا الملعب. في هذه الأيام أيها الأحبة في مدن وعواصم العالم مشغولة بأيام الفيفا، في أفريقيا تصفيات كأس أمم أفريقيا، في أوروبا مباريات دوري أمم أوروبا، وفي بقية القارات مباريات ودية إعدادية للاستحقاقات القادمة. محاول منتخب السعودي ناحية اليمين إذا مر ولكن الكرة بتتخلص. المنتخب السعودي يستضيف دورة رباعية ودية بنكهة لاتينية بمشاركة السعودية، العراق، البرازيل والأرجنتين. بالأمس الأرجنتين فاز على العراق 4-0، واليوم الساعة 8 مساء في استاد جامعة الملك سعود بالرياض يلتقي الأخضر بالسيليساو البرازيلي بكامل نجومه، ويوم الأثنين صقور السعودية يواجهون أسود الرافدين قبل القمة المنتظرة والسوبر كلاسيكو التي تجمع الأراضي السعودية ما بين البرازيل والأرجنتين. هنا محاولة مرور وعبور من الناحية اليسرى بحرينية ولكن ما تعدي. في ملعب
السوبر كلاسيكو ما بين البرازيل والأرجنتين في ملعب الجوهرة المشعة في جدة يوم الثلاثاء. هنا محاولة واقتحام المنطقة من حسين النخلي ولكن الكرة ما اكتملت. الأحمر البحريني خسر يوم أمس وديا في ملعبه أمام شقيقه السوري في مباراة ودية بهدف من توقيع عمر السومة. هنا محاولة لتعديل النتيجة ويحطها في الكرة، حطها، الله 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 على الكرة الضايعة من المنتخب البحريني أمام المرمى. ما زالت الكرة والمحاولات في اللقطة الماضية. أحمد الشروقي، أحمد الشروقي اللاعب اللي نزل قبل لحظات بيضيع فرصة، بيضيع فرصة أمام مرمى المنتخب السعودي، كان ممكن يتعادل في هذه الكرة. شوف الإعادة، شوف الإعادة، أحمد بيضيع فرصة، قدر أنه يمر من المدافع عبد الله حسون ويواجه صالح لوحيمد ولكن ينجح حارس المرمى بإبعاد الخطورة. الكرة ما زالت الآن سعودية، محاولة الرد على هذه الانطلاقة البحرينية، راحت في مكان إلى السلولي، السلولي واحد ضد واحد بيحضر ويحطها ولكن ما تمر، بيقطعها الدفاع البحريني. ترجع مرة ثانية للمنتخب السعودي السلولي صاحب الهدف الوحيد في المباراة. يرسل الكرة إلى الأسمري، علي الأسمري بينقلها ليوسف الحربي. هجمة عكسية بحرينية، محاولة تعديل النتيجة والتحضير إلى مفتاح بعمور، حطها، الله يا علي مفتاح، مر باليمين ولكن يساره بتضيع طريق المرمى السعودي. لمها باليمين علي مفتاح ولكن يساره بتضيع مرمى المنتخب السعودي، يطلقها عاليا إلى خارج ملعب علي مفتاح لاعب المحرق البحريني اللي يحتل المركز السابع بعد أربع جولات إلى برا ملعب. فرصة التعادل حقيقة كرة يعني كرات سهلة، واضح يعني المباراة إذا ممكن نطلق عليها يعني نقول مانشيت الفرص الضايعة من الفريقين. في فرص ضايعة، في تبديل، نواف بو عامر راح يشترك. ويترك أرض الملعب في هذه الأثناء لاعب رقم 16 في المنتخب عفوا اللي يشترك اللاعب اللي هو أحمد صالح، أحمد صالح، أحمد صالح هو اللي اشترك في شوط المباراة الثاني من المنتخب البحريني. وهاشم السيد عيسى هو اللي خرج، هاشم السيد عيسى يخرج ويدخل مكانه أحمد صالح. كرة تتنفذ ولكن صفارة من حكم المباراة. في تبديل أيضا سعودي، مباراة بدأت تكثر فيها التبديلات. يستعد للمشاركة لاعبين اثنين من منتخب السعودية، عندنا مختار علي رقم 10 ورقم 16 حسين أو حسن القيد. راح يطلع اللاعب فهد الرشيدي وسعد السلولي لاعب اللي سجل هدف. اثنين متميزين الحقيقة في هذه المباراة، بيخرجهم المدرب سعد الشهري ويشرك اللاعب مختار علي وأيضا حسن القيد. هذا رقم 16 حسن. ويترك الملعب اللاعب رقم 19 فهد الرشيدي. إذن أيها الأحبة مباراة حلوة، مباراة حلوة وهجمة بهجمة ما بين المنتخبين، يعطون انطباع بأن هذه المباراة أشبه برسمية، ما هي مباراة ودية، كأنها مباراة رسمية يلعبونها بجدية واضحة. دخول إذن اللاعب مختار علي. يسار
كرة بيصفر حكم المباراة. مختار علي من جانب المنتخب السعودي وهو اللاعب الذي احترف والمحترف في الدوري الهولندي مع فريق فيتسهي. مختار علي يلعب في فريق فيتسهي أرنهايم خامس الدوري الهولندي، لعب سابقا في أكاديمية تشيلسي الإنجليزي. مختار الذي يحمل قميص رقم 10 في المنتخب السعودي يحترف في الملاعب الهولندية. في هذه الأثناء أيها الأحبة راح من جانب حكم المباراة. إذا بنتكلم عن الإنجازات السعودية الكروية، حدث ولا حرج، الفوز بكأس آسيا 9 مرات في 9 مشاركات، حقق الأخضر 3 كؤوس 3 مرات، والمركز الثاني في 3 مرات. أكثر منتخب من عرب آسيا شارك في مونديال كأس العالم 5 مشاركات، آخرها في مونديال روسيا. السعودية ثاني أقوى منتخب في تاريخ كأس الخليج، حقق اللقب 3 مرات والمركز الثاني 7 مرات. طبعا الأزرق الكويتي هو كبير كأس الخليج بدون منازع ب10 تتويجات، أيضا المنتخب العراقي بالمنتخبات أيضا الكبيرة في بطولة الخليج. أما على مستوى الأندية فالفرق السعودية حققت المزيد من الألقاب والعديد من الألقاب، 4 ألقاب في دوري أبطال آسيا، 2 للهلال 2 للاتحاد، 6 ألقاب في كأس الكؤوس الآسيوية وهي المسابقة التي توقفت منذ عام 2002 ولكن اسمها وألقابها معترف بها إلى الآن، 2 لقب للهلال، 2 لقب للقادسية والنصر والاتحاد والشباب، 3 ألقاب في كأس السوبر الآسيوي، 2 للهلال ولقب للنصر. ألقاب كثيرة، إنجازات عديدة حققتها الكرة السعودية عبر نجوم كبار من قيمة سامي الجابر، سعيد العويران، نواف الطمياط، محمد الشلهوب ومحمد الدعيع والمنتشري حمد وغيرهم من الأسماء التي تطول القائمة ويطول الحديث حول النجوم الكبار للمنتخب السعودي وللفرق السعودية. كرة تلعب الآن المنتخب البحريني اللي يبحث عن هدف التعادل خلال الدقائق الربع ساعة والأقل على نهاية هذا الوقت الأصلي. كرة للمنتخب البحريني، 1-0 نتيجة لا تطمن أبدا السعوديين وتعطي الدافع المستمر للبحرينيين، هم يسجلون التعادل بأي لحظة. كرة إلى حسين النخلي، مقطوع الكرة بشكل جميل وبيحاول محمد مرهون اللي يتعرض لإيقاف قانوني، هجمة عكسية مرتدة، علي الأسمري بيلعبها وخطيرة ويحطها في الجول. الله، أخيرا عبد الرحمن اليامي للمرمى يصل، أخيرا تمشي معاه ويعلقها ويسقطها اليامي. اليامي 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 بيسجل هدف جميل، وحارس المرمى عمار محمد يتحمل مسؤولية الخروج الغير موفق وبتوقيت غير سليم. عبد الرحمن اليامي يسجل هدف الأمان والاطمئنان بالدقيقة 77، لاحظ حارس المرمى وتقدمه من المرمى، بالتالي اللي يتحمل مسؤولية الهدف عمار محمد، لأن في مدافعين مغطين، شوف مدافعين مغطين وثلاثة وحارس المرمى ما كان له داعي يتقدم بهذه الطريقة، لكن عبد الرحمن اليامي كنا نتحدث أن هذا اللاعب ينقص معالجة اللمسة الأخيرة، ها هو يعمل لنا رد سريع ويعالج أخطائه باللمسة الأخيرة من لمسة واحدة، شوف ما لمسها لمستين، لمسة واحدة على طول يفاجئ فيها حارس المرمى المتقدم عمار محمد، ويسجل عبد الرحمن اليامي بالدقيقة 77 ثاني الأهداف للمنتخب السعودي. لاعب الفيحاء المعار من الهلال، المعار للهلال يسجل الهدف. طبعا دعونا نشيد بتمريرة الأسمري، اللاعب الأسمري قدم تمريرة جميلة، ولولا هذه التمريرة الرائعة من الأسمري لما شاهدنا الهدف الجميل، لذلك هدف متكامل، صناعة حلوة من جانب اللاعب القادم من الدكة علي الأسمري، يقدم لنا تمريرة دقيقة ويترجمها عبد الرحمن اليامي
في مرمى البحرين. ثاني الأهداف 2-1. طبعا المباراة ما انتهت، فيها 11 دقيقة. المنتخب البحريني ما راح يهدى له بال، ما راح يرضى، ما راح يستكين. هذا حكمنا سعد الفضلي. الأجواء بدأت تحلو في الكويت، الحرارة طبعا نزلت والأجواء بدأت تميل يعني للاعتدال، وبالتالي يجعل اللاعب يلعب بشكل أفضل في أرضية الميدان. رمية تماس بحرينية، المنتخب البحريني لن يهدأ لبال، لن يستكين، لن تغمض له جفن إلا بتقليص الفارق. مفتاح بيحاول لكن الكرة بالطول. المنتخب البحريني والحديث عن الكرة البحرينية يجرنا مباشرة للكلام عن الجيل الذهبي للكرة البحرينية. في العقد الأول للألفية الجديدة، جيل سلمان عيسى، سيد جعفر والأخوين علاء حبيل ومحمد حبيل ومحمد سالمين وإسماعيل عبد اللطيف وغيرهم من الأسماء اللي كانوا يرعبون أي منتخب يواجهونه. وأكيد هناك غصة عدم التأهل لمونديال 2006 تبقى عالقة في الأذهان، ومونديال 2010 لا تزال مؤلمة للخليجيين والبحرينيين على وجه الخصوص. ملحق التصفيات لامسوا الحلم البحرينيين والله على وشك، لكن ما اكتملت عند اللحظات الأخيرة. ملحق تصفيات 2006 الأحمر تعادل خارج الديار أمام ترنيداد وتابوغو ذهابا، لكن خسر خسارة مؤلمة وين في عقر دارة في البنامة بهدف. أما في ملحق تصفيات 2010 تعادل في أرضه بدون أهداف أمام نيوزيلندا، وخسر بهدف في لقاء العودة. كرة بتلعب، المنتخب البحريني يبحث عن التقليص الآن. هذه الإعادة وكان فيها مشاركة وإعاقة لمصلحة منتخب البحرين. حكم اللقاء يقود المباراة بشكل جيد جدا. صفارة بوجود خطأ لمنتخب السعودية. أدار الكثير من المباريات الهامة والنهائيات هنا في دولة الكويت حكم المباراة، لا شك مع طاقم أيضا متجانس قيادة الدولي فارس الشمري مساعد الأول. كرة بتلعب، طبعا هذه النتيجة راح تفتح المجال للمنتخب الكويتي أن يفوز في البطولة. فوز منتخب السعودية لصالح منتخب الكويت، يبقى سباق التتويج في البطولة الودية مفتوح. فوز المنتخب الكويتي على السعودية ممكن يتوج بطلا لهذه البطولة المصغرة، يعني فوز السعودية الآن يشربك البطولة ويجعلها حتى الرمق الأخير من مباراة الكويت مع منتخب شقيق السعودي. كرة راح تلعب، توصل إلى يوسف الحربي، حسين النخلي. إذن فوز البحرين على الكويت، فوز السعودية على البحرين، 3 نقاط 3 نقاط هي راح تكون حسبة الأهداف إذن. وراح يلعب منتخب الكويتي مع منتخب السعودي، فوز على السعودية يصير 3-3-3. عاد تعال فتشك هني، شوف منو أكثر عنده نقاط وأقل عليه أهداف، وشوف منو اللي راح يحصل على البطولة المصغرة. كرة بتلعب، توصل إلى المنتخب البحريني وكان في راية، لكن الكرة وصل إلى حارس المرمى. أحمد بوغمار بيلعب الكرة، عودة الأولمبي اسم هذه البطولة، فهل يعود ويحصل على هذه البطولة في المباراة الأخيرة؟ إذا ما فاز على المنتخب السعودي وإذا استمرت النتيجة على ما هي عليه، فستكون اسم على مسمى عودة الأولمبي ويفوز في هذه البطولة. كرة بتلعب ولكن أقرب إلى حارس المرمى عمار محمد. كرة بتتنفذ، المنتخب البحريني بيلعبها في مكان سليم، بينقلها لمحمد مرهون.
في المنطقة الوسطى لكن أقرب إلى عون السلولي. عون السلولي لاعب نادي الاتحاد، لاعب نادي الاتحاد في المركز الأخير. الله يا الدنيا، الاتحاد السعودي في المركز الأخير، في المركز الأخير في الدوري السعودي. نادي الاتحاد النادي الكبير الذي يعيش أسوأ حالاته طوال تاريخه الطويل، يتحقق على نقطة يتيمة في أول خمس جولات، وهو حاليا يقبع بالمركز الأخير، لا يرضي صديق ولا عدو كما يقولون. فنادي الاتحاد النادي الكبير في هذا المركز، لكن ربما العبرة في الخواتيم ويعود من جديد. عموما سنشاهد الآن هذه المحاولات، وهدف الأول ممكن، ممكن لمنتخب البحريني، ولكن أيضا منتخب البحرين الحقيقة يفتقد للتسديدات المتقنة أمام المرمى. هذه ما هي المرة الأولى على فكرة للتسديدات بشكل باهت أمام المرمى، إما تسديدات سهلة أو ما تمشي. شوف الكرة ما قصر محمد مرهون، اشتغل والله في المباراة ولعب مباراة حلوة، ما قصر، سدد كرته، اصطدمت في القائم في شوط المباراة الأول، انفراد في المرمى أزعج اللاعبين، قاعد يقوم في أدوار أيضا صناعة اللعب، صناعة الأهداف، ولكن ما في استجابة سليمة. هنا محاولة تسديد عن بعد، ولكن تسديدة أحمد صالح إلى برا الملعب. حاول أحمد صالح لكن كرته تغادر أرضية الملعب. تبديل للمنتخب السعودي، نواف الحبشي راح يشترك مكان اللاعب حسين النخلي. نواف الحبشي نواف الحبشي ما توقعت النطق حبشي، لكن اعتقد الحبشي الاخوه السعوديين بهذه التسميه. نواف الحبشي، تعود الكره الى الجهه الوسطى وتسديده لكنها سهله بيد حارس المرمى عمار محمد. الحقيقة المنتخبين يستحقون كل التقدير على الجدية العالية اللي قدموها في هذه البطولة، ويستحقون التحية والتقدير على ما قدموه من أداء كبير، سواء المنتخب البحريني أو المنتخب السعودي. اختراق جميل، والكرة الثانية الآن ومرور، ولكن يبعدها عبد الإله العمري بالوقت المناسب إلى الركلة الركنية. لعب بجدية كبيرة، لعب بروح المباريات الرسمية. هناك ايضا عمر العودة سيشترك من جانب المنتخب السعودي، يشوف يحضر نفسه، وسيترك عبد الله حسون ارض الملعب. راح يشترك عمر العودة. ضربة ركنية. مونديال الناشئين تحت 16 سنة، عام 16 سنة اللي حقق الأخضر في سنة 1989، يبقى هو أفضل إنجاز للفئات العمرية ليس فقط المنتخب السعودي، فقط لكل المنتخبات العربية في آسيا على مستوى كأس العالم. كرة ملعوبة، حصل على هذه البطولة للفئات العمرية، وهو أفضل إنجاز لم يحقق أي منتخب عربي في عرب آسيا. طبعا الكره محاوله الان للاختراق، احمد صالح، احمد بيحضر ولكن يسقط في هذه المنطقه، وبتتخلص الكره. هجمه عكسيه سعوديه ناحيه اليامي، عبد الرحمن اليامي صاحب ثاني الاهداف، الكره بتتخلص وبتطلع الى برا الملعب. طبعا مونديال عام 89، المونديال الذي لن ينسى في ذاكره السعوديين على مستوى الفئات العمريه. كاس العالم حصل عليه المنتخب السعودي في ذلك العام، كذلك شهد تألق للكرة البحرينية على نفس البطولة، لأنه وصلوا لدور الأربعة وخرج على يد السعودية بهدف سجله خالد رويحي، وبعدها خسر المنتخب البحريني المركز الثالث في نفس البطولة أمام البرتغال بقيادة لويس فيغو ب3-0، وتبقى من المباريات الخالدة في تاريخ الكرة البحرينية تفوق البحرين على البرازيل في دور الثمانية لذات البطولة بركلات الترجيح بعد أن انتهت بالتعادل 0-0. من فوق من
طبعا انجاز حقق السعوديين في الفوز في النهائي على اسكتلندا في عام 1989 باسماء رنانه في ذلك الوقت، محمد التمياط، خالد الرويحي، جبرتي الشمراني، الاسطوره لحراسه المرمى محمد الدعيع. وحقق كاس العالم في عقر دار اسكتلندا وامام 50,000 متفرج في ملعب هامدن بارك. كره ملعوبه توصل، المنتخب السعودي خلاص نلعب على ثواني نهايه الوقت الاصلي من شوط المباراه الثاني. 2 منتخب السعوديه لا شيء شقيق البحريني، هذه نتيجه تفتح المنافسه للمنتخب الكويتي على لقب بطوله عوده الاولمبي في حاله فوزها على منتخب السعوديه في المباراه الاخيره يوم الثلاثاء القادم. كره بتنقل توصل جهه اليسار، محاوله للعبور والدخول لكن تتخلص في اللحظه المناسبه امام من نواف الحبشي. تنقل مره ثانيه ولكن نواف كان في موقف تسلل. حكم اللقاء يعطي طبعا الأسبقية لأن اللعب وصل للبحرين فبالتالي لا يوقف اللعب، لأن حامل ومساعد الحكم رفع الراية. الوقت الأصلي انتهى ونلعب بساعة حكم المباراة سعد الفضلي. ينقلها في مكان جميل وهذه محاولة الثالث ولكن يتأخر أو عبد الرحمن اليامي فضل أن يمرر في فرصة كان ممكن يشوت في اتجاه المرمى، كان ممكن يسجل ثنائية اليامي ولكن عشان ما يقول عنه أناني في اللعبة الماضية مرر. أعتقد في اللقطة الماضية عبد الرحمن اليامي كان أفضل أن يسدد في اتجاه المرمى. سلامات للاعب المنتخب البحريني. خلاص الوقت الأصلي أيها الأحبة قد انتهى ونلعب بالوقت البديل، فرصة الهدف الثالث للمنتخب السعودي والثاني للاعب عبد الرحمن اليامي لم تكتمل. مدرب المنتخب البحريني سمير شمام نشاهد الإعادة. هذه اللقطة اللي أصيب فيها أحمد بوغمار وهذه الكرة الأخيرة للمنتخب السعودي. لقطات مثيرة من شوط المباراة الثاني، اللاعب محمد مرهون صاحب إسهامات جميلة وصاحب مجهود كبير، كذلك لدينا علي مفتاح قدم مستوى راقي في شوط المباراة الثاني ولكن ينقص المنتخب البحريني اللمسة الأخيرة والجدية في النهاية، الجدية في التعامل. شوف هذه ما فيها جدية، كأن مدافع يرجعها لحارس مرمى فالتسديد ما كان بقوة. سلامات يقوم بالسلامة وراح نشاهد إذن أو يعني يكمل علاجه أحمد بوغمار خارج الملعب. الرمية الجانبية عند التنفيذ، المنتخب السعودي عمر العودة. طبعا الحكم ينتظر خروج اللاعب أحمد بوغمار، تلعب الكرة الآن، تعود الكرة بتوصل لكنها إلى بر الملعب. طبعا بهذه النتيجة إذا انتهت منتخب الكويت راح يفوز في هذه البطولة إذا فاز على السعودية بفارق هدفين أو أكثر. إذا فاز على السعودية في المباراة الأخيرة بفارق هدفين فمنتخب الكويت سيعلن نفسه بطلا لبطولة عودة الأولمبي الودية هنا في الكويت. هنا محاولة ولكن أقرب إلى حارس المرمى عمار محمد. جهة اليمين محاولة المنتخب السعودي وبالراس بيحاول فيها ولكن الكرة ما تعدي ركلة مرمى. هدفين للمنتخب السعودي استحق فيها النتيجة. ك
كان هو الأفضل في مجمل المباراتين. عمار محمد بنفذ الكرة ناحية اليسار لكن تطلع إلى برا الملعب، رمية تماس للمنتخب السعودي، رمية جانبية. مباراة القادمة ستكون ختام مباريات البطولة لكلاسيكو الخليجي ما بين الأخضر والأزرق، واللي من خلالها راح نعرف من هو بطل البطولة الودية عودة الأولمبي. كرة بتوصل، تعود الكرة إلى يوسف الحربي، بينقلها في مكان سليم إلى مختار علي ولكن أقرب إلى حارس المرمى اللي بدوره بيلعبها على طول جهة اليسار. انطلاقة بحرينية مقطوعة بواسطة يوسف الحربي، وصفارة بوجود خطأ لمنتخب السعودية على اللاعب أحمد بوغمار. فاول لمصلحة المنتخب السعودي، هل يضيف هدف ثالث؟ حارس المرمى صالح لوحيمد بالراس بيحاول فيها المنتخب السعودي، ولكن في هذه اللحظة يعلن سيداتي أنساتي سادتي حكم المباراة سعد المباراة سعد الفضلي عن نهاية أحداث هذا اللقاء ما بين المنتخب السعودي الأولمبي وشقيق المنتخب البحريني بانتصار الأخضر بهدفين دون رد. تقدم المنتخب السعودي في الدقيقة 36 من الشوط الأول عبر سعد السلولي بعد خطأ دفاعي، وفي الشوط الثاني عزز عبد الرحمن اليامي بعد سلسلة من الفرص اللي أهدرها يختتم فرصة بتسجيل هدف، وهو تقدم هدف التقدم للأخضر في الدقيقة 77 من تمريرة على المقاس من علي الأسمري. مباراة كانت جميلة أيها الأحبة، ممتعة ما بين المنتخبين خصوصا في الشوط الثاني. الأخضر كان الطرف الأفضل واستحق الانتصار، بينما استفاقة للأحمر بالشوط الثاني لم تكن كافية للعودة في النتيجة. بهذا الفوز يتساوى الأخضر والأحمر بثلاثة نقاط بانتظار الكلاسيكو الخليجي يوم الثلاثاء القادم بحول الله تعالى ما بين المنتخب السعودي والكويتي على لقب هذه البطولة، أو من سيفوز بالبطولة سواء البحرين أو السعودية أو الكويت. أحبتي متابعي كويت سبورت، أشكركم على التفضل بالمتابعة، على أمل أن نلتقي بكم في مواجهات كروية قادمة بحول الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما الآن نعود إلى استديو